يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة السبت الموافق 28 يناير 2023. وصبح على جمانة. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير لك يا عبد الصمد، وصباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. بنبدأ معاكم حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر، بنبدأ كمان معاكم بداية أسبوع جديد. زي ما وعدنا حضراتكم امبارح، صباح الخير يا مصر هيقدم لكم وجبة ثقافية، وجبة فيها كل العناصر اللي بتدوروا عليها، كتب، دور نشر، وضيوف شرف منورنا في الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب. هتشوفوا مبادرات، فعاليات، حكايات وحواديت وقصص من صلاة العرض، أكنكم هناك بالظبط. طبعا كل محبين معرض القاهرة الدولي للكتاب يعني تابعونا وهتشوفوا كل الفعاليات اللي بتحصل هناك. واعتقد يا عبد الصمد في ناس كتير قوي يعني مريدين معرض القاهره الدولي للكتاب كتير قوي. ده حقيقه يا جمانه، ويمكن هنتكلم على ده بلغه الارقام، لان امبارح اول احصائيات طلعت بتقول ان عدد الوافدين في يعني اول ايام مهرجان القاهره الدولي او معرض القاهره الدولي للكتاب تخطى 250,000 مواطن، وده بيأكد الاقبال الجماهيري الكبير على النسخه 54 من المعرض السنه دي، لان أغلب الأسر المصرية عندها حرص على المشاركة والتفاعل كمان، ويمكن ده اللي عكسته الطوابير الكتيرة قوي اللي كانت موجودة قدام البوابات لانتظار الدخول علشان تستمتع بالأجواء اللي موجودة جوه صلاة العرض. كمان عاوزين نقول لكم إن دور النشر السنة دي ليها مشاركة يمكن مختلفة، مشاركة مميزة بتقدم فيها أفكار كتيرة قوي مميزة، سواء كانت للكبار سواء كانت للشباب والبنات تحديدا، لأن هو ده اللي مطلوب يا جمانة في هذه النسخة، فكرة اللي انت تواجب المتغيرات اللي موجودة طبعا. علشان الناس اللي كانت عزفت زمان على القراءة وبعدت عن الكتاب يرجعوهم مرة تانية يعني هذه العادة اللي هتقدر تنور الأفكار. طبعا ده بكل تأكيد، وبالمناسبة القراية ملهاش بديل. يمكن كمان من الحاجات اللي كانت ملفتة للنظر الحقيقة مش بس عدد الوافدين أو عدد الزائرين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لكن كانت حاجة مهمة جدا فريق المتطوعين. احنا شايفين في كل الفعاليات اللي بتحصل في مصر شايفين فريق متطوعين على أعلى مستوى من شباب سنهم حتى صغير، وزي ما تابعنا خلال اليومين اللي فاتوا في معرض القاهرة الدولي للكتاب متطوعين كتير جدا موجودين في كل صلاة المعرض، واقفين كمان قدام البوابات عشان يقدموا كل الخدمات للزوار. يعني بمنتهى البساطة، لو في أي حاجة وقفت قصاد حضرتك أو حضرتك أمام طبعا احنا بنتكلم على بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب، على سبيل المثال عناوين دور النشر، الصالات اللي عايزين تروحوها، أو كتب اللي بتدوروا عليها، أو حتى البرنامج اللي بيبقى موجود كل يوم وبيكون مختلف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، على طول ما تفكرش، روح اسأل فريق المتطوعين اللي بيكونوا لابسين فست أو فستات لونها أصفر، هيساعدوك وهيكونوا دليل حضرتك أو حضرتك لأي حاجة ممكن تكون عندكم تساؤل عنها. طبعا احنا عارفين ان هي بتبقى مقسمة يا أحمد لا partitions أو بتكون بالضبط أجنحة بتكون مقسمة، بيكون في
فعاليات كتير جدا، صالات كبيرة جدا، كل صالة جواها أجنحة بعدد معين، فأكيد لازم يكون حد يساعدكم هناك وحد مطلع على اللي بيحصل هناك خطوة بخطوة، ومشاركات عربية ومشاركات كبيرة جدا الحقيقة موجودة هناك. فيعني اعتقد انه المتطوعين اللي شايفين موجودة طبعا بتشارك طبعا مش بس العربية. معرض القاهرة الدولي للكتاب من اسمه يعني ليه صبغة او صبغة صبغة، دي صبغة دولية. عندنا الاردن السنة دي هي ضيف الشرف، وزي ما قلت يمكن التطوع يعني ليه دور كبير جدا في هذه النسخة، النسخة رقم 54 تحديدا، لان ده بيسهل على الوافدين فكرة التوافد وفكرة اللي هم يلاقوا اللي بيدوروا عليه بمنتهى السهولة، لان احنا عارفين ان معرض القاهرة الدولي للكتاب هو معرض مقسم لعدد من الصالات، صالات كتيرة موجودة فيها عدد من الأجنحة بخلاف يعني آلاف دور النشر اللي موجودة. التطوع كمان مش بس موجود لي يعني شباب بيدلوا الوافدين، لا كمان في تطوع موجود من فرق فنية متطوعة تابعة للسيرك القومي، ودي منتشرة في الساحات الخارجية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. يمكن شفناها السنة اللي فاتت كانت في شكل فرق موسيقية، لكن النهاردة عندنا السيرك القومي. يعني بمنتهى البساطة كده أي أسرة ممكن اللي هي تروح تحضر العروض دي بسهولة بيسر ومجاناً، علشان خاطر يعني يكون في نوع من انواع نشر الثقافه. وهنا بنتكلم على القوى الناعمه، السيرك القومي موجود علشان خاطر يعني تتكامل كل قوى مصر الناعمه، سواء كانت قراءه سواء كانت فنون سواء كانت فنون استعراضيه ايضا، وعلشان خاطر يكون ده كمان نوع من انواع الجذب للاسر ان هي تنبسط وتستمتع باجواء الحدث الثقافي الاستثنائي اللي بينعقد في معرض القاهرة الدولي للكتاب تحديدا. يعني مفيش حاجة ناقصة غير ان حضراتكم تروحوا وتشرفونا وتبحثوا عن الغاية بتاعتكم والكتاب او الادباء او دور النشر اللي بتبحثوا عنها. صحيح صحيح. ده غير كمان بقى اولا الجزء المخصص للاطفال زي ما انت قلت، الجزء التطوعي من السيرك القومي، ايضا في مسرح سينما، ندوات ثقافيه موجوده هناك، كل الكتاب معظم الكتاب اللي بتحبوهم هيكونوا هناك كمان، قادرون باختلاف وحياه كريمه طبعا في اجنحه خاصه بي يعني. صحيح طبعا هي مؤهله بشكل كبير جدا لقادرون باختلاف. كل حاجه هناك الحقيقه، يمكن النسخه دي نسخه استثنائيه، لان احنا كل سنه بنعمل ان احنا نطور اكتر ونعمل على نفسنا. بنصبح على حضراتكم جميعا، صباح الخير والسعاده عليكم. صباح الخير يا مصر. دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم عشان نستعرض جولة سريعة وملخص سريع عن أخبار الطقس. النهاردة في استقرار في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، الطقس هيكون دافئ نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وبارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة على جنوب البلاد، وفي النهاردة نشاط رياح على مناطق من سيناء وخليج السويس. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 24، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 29، وأقل درجة حرارة في مطروح 20 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وزي ما احنا متعودين بنبدأ دايما بمجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن هنبدأ بالأخبار التي حدثت بالأمس اللي يمكن أبرزها جولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية واجتماعه بكبار رموز اقتصاد رؤساء كبرى الشركات في دولة أذربيجان. وكمان الوكالة الأثرية أكدت إن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأذربيجان بتعد فرصة لتعميق التعاون المشترك، وفي أخبار تانية كتير بخصوص هذه الزيارة نتعرف عليها في سياق هذا التقرير. أخبار وأحداث مهمة حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان في زيارة رسمية في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين. زيارة الرئيس لأذربيجان هتشهد عدد من اللقاءات المكثفة، أهمها عقد مباحثات مع رئيس أذربيجان إلهام علييف لبحث آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، وأيضاً النظر في سبل التعاون والتنسيق بينهم على الصعيدين الدولي والإقليمي.
كمان امبارح اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بالعاصمة باكو بكبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان لبحث فرص الاستثمار في مصر ودعم التعاون التجاري والاقتصادي. امبارح أيضا استعرضت وكالة أنباء ترند الأذرية لارتباط التاريخي والثقافي الكبير بين أذربيجان ومصر، وده بالتزامن مع وصول الرئيس للعاصمة الأذرية باكو في إطار الزيارة الرسمية. وأوضحت الوكالة الأذرية في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني إن زيارة الرئيس السيسي بتمثل دفعة قوية في التعاون الثنائي وفرصة لإطلاق العنان لإمكانات غير مستغلة لتعميق التعاون في مختلف المجالات. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير شمل انفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وده خلال الفترة من 21 ولحد 27 يناير، واللي تضمن الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مدبولي رئيس الوزراء بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. دلوقتي هنروح مع حضراتكم عشان نتعرف على أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيغلق المجلس الأعلى للجامعات باب الترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية واللي انطلقت أعمالها يوم السبت اللي فات في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح يوم الخميس الموافق 26/1 أجازة رسمية. النهاردة هتبدأ أجازة نصف السنة للعام الدراسي لطلاب المدارس، وهيستمر الطلاب في الأجازة لمدة أسبوعين، بعدها هيرجعوا لمدارسهم. النهاردة هتبدأ مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة في تطبيق التعديلات الأخيرة على القانون واستقبال المواطنين الراغبين في نقل ملكية الوحدات والعقارات المملوكة ليهم في المدن الجديدة، وده بيجي تطبيقاً للتعديلات اللي تم إدخالها على القانون رقم 27 لعام 2018 والخاص بتسجيل العقارات في المدن الجديدة، خصوصاً إن القانون قبل التعديل كان بيمنع أي مواطن صاحب شقة أو عقار في المدن الجديدة من تسجيله إلا لو كانت الأرض المقام عليها مسجلة. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر، مستمرة معكم لغاية الساعة 10 صباحاً، استنونا. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، ومفيش شك إن الجولة الخارجية اللي بيقوم بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من الدول هي محط اهتمام ومحط أنظار يعني الكثيرين من المعنيين بالعلاقات الدولية. الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته لأذربيجان، هذه الزيارة اللي بتعتبر من الزيارات الهامة اللي بتيجي لبحث آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية ما بين الدولتين، وكمان بتيجي لتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على الصعيد الدولي والإقليمي. خلونا ناخد قراءة وافية عن هذه الزيارة ونتعرف على تفاصيل ما دار فيها من خلال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام. صباح الخير يا دكتور أحمد. صباح الخير جمانة. صباح الخير أحمد. دكتور أحمد، يعني في بداية الأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ زيارة أو جولة خارجية له، بدأت بالهند ثم أذربيجان، شايف إزاي هذه الزيارات تحديدا؟ ولو هنقف عند العلاقات ما بين مصر وأذربيجان. يعني أولا أستاذ أحمد، لازم نضع زيارة الرئيس السيسي هذه الجولة التي تشمل الهند وأذربيجان ثم أرمينيا في سياق تنويع دوائر السياسة المصرية. يعني الرئيس السيسي حقيقة السياسة المصرية في الثمان سنوات الماضية شهدت طفرة وتحول نوع كبير في السياسة الخارجية. صحيح. بمعنى ماذا؟ بمعنى الانفتاح لكل الدوائر في العالم، لم تعد فقط الدوائر التقليدية مثل الدائرة الأمريكية والأوروبية، وإنما حدث طفرة في الدائرة الإفريقية على سبيل المثال، أيضا في أوروبا وشرق أوروبا على سبيل المثال مجموعة فيشغراد والتحالف اليوناني المصري القبرصي، أيضا الدائرة الأسيوية أصبحت تحتل جزء كبير من اهتمامات السياسة المصرية. هذا في سياق فلسفة واضحة، فكرة الانفتاح لكل التجارب التنموية في العالم. نعم. سواء للدول المتقدمة، دول الكبرى، أو حتى الدول المتوسطة أو الدول النامية. بمعنى آخر الاستفادة من المزايا النسبية التي يمكن أن تقدمها كل هذه الدول. بالطبع هذا سينعكس في إطار ما يسميه دبلوماسية التنمية، أي توظيف السياسة الخارجية الرشيدة النزيهة لمصر وعلاقات الرئيس السيسي الجيدة لدعم التنمية في الداخل من خلال فتح أفاق
للسلع المصريه وجذب الاستثمارات الاجنبيه بما يعود في النفع في نهايه المطاف على المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته. يعني هذه الزيارات تاتي في السياق التعزيز التنميه في الداخل، دعم دور مصر الاقليمي، وبالتالي هي زيارات مهمه. النقطه الثانيه هي الدائره الاسيويه، يعني الدائره الاسيويه حقيقه، وهذه يعني على سبيل المثال اذربيجان وارمينيا وقبلها الهند، تمثل اهميه كبيره وتوليها مصر اهميه. لماذا؟ لان هذه الدول، الهند على سبيل المثال هي خامس اقتصاد على مستوى العالم، لديها مزايا نسبيه، دوله صحيح. متقدمه، سوق واسعه، بوابه مصر الاسيا. اذربيجان وارمينيا على سبيل المثال هما من دول الاتحاد السوفيتي السابق في وسط اسيا، وبالتالي الدائره هنا الدائره الاسيويه وشرق اسيا ووسط اسيا تمثل اولويه في السياسه المصريه. ماذا تعني هذا؟ تعني ان هذه الزيارات بتفتح افاق جديده للتعاون، تعزيز التعاون سواء على مسار العلاقات الثنائيه او على مسار بشقيها السياسي والثقافي والاقتصادي والامني وكل الابعاد، او على قضايا الاستقرار الاقليمي والعالمي. بالطبع الرئيس السيسي دائما وهو في زياراته دائما، يعني حتى نلاحظ جزء من برنامجه، جزء اساسي او بند اساسي هو الاجتماع برجال الاعمال كبريات الشركات صحيح. وعالم المال في الدول التي يزورها، رايناها في الهند، في اذربيجان، في ايضا في كل الزيارات. لماذا؟ لان الرئيس السيسي في هذه اللقاءات بيعرض الفرص الكبيره لمصر الواعده في مصر. مصر الان تحقق معدلات نمو مرتفعه رغم التحديات العالميه، بشهاده نجاح البرنامج الاصلاح الاقتصادي، لديها فرص استثماريه واعده في يعني في المشروعات القوميه العملاقه، محور التنميه، في العاصمه الاداريه غيرها، وبالتالي هي تمثل بيئه جاذبه واعده للاستثمارات الاجنبيه، ومنها بالطبع الاستثمارات الهنديه والازريه والارمنيه. النقطه الثانيه ايضا ان الدول الان، كل الدول حقيقه بعد يعني مرور ازمتين كبيرتين، ازمه جائحه كورونا والازمه الروسيه الاوكرانيه والازمات العالميه، لها تداعيات سلبيه على كل الدول، وبالتالي بدات الدول تبحث عن ما يسمى التعافي الاقتصادي. كيف يكون هذا؟ من خلال بناء شراكات اقتصاديه مع الدول الواعده اقتصاديه، وبالتالي هناك تنافس دولي، هناك رغبه، هناك اراده دوليه وتوجه من كثير من الدول سواء الدول الكبرى في النظام الدولي قوى اقتصاديا او القوى المتوسطه للتعاون وتشبيك علاقتها مع مصر. لماذا مصر؟ لان مصر هي من الاقتصادات الواعده، لديها مناخ مستقر، لديها فرص استثماريه مهمه. مصر ايضا لديها مزايا نسبيه كبوابه مصر لافريقيا، قاره افريقيا الان العالم كله يتنافس على افريقيا، وبالتالي هي دوله مفتاحيه في الشرق الاوسط في افريقيا. ومن هنا تنبع اهميه وتوقيت هذه الزيارات وهذه الجوله للهند واذربيجان ثم ارمينيا. طيب استراتيجيه الدوله المصريه حاليا واستراتيجيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستداره شرقا، وخلينا نقول اطلاق العنان لاستغلال الامكانات غير مستغله. حضرتك تحدثت عن المزايا النسبيه، مزايا النسبيه المتعلقه بمصر بالنسبه لباقي الدول. لو هنتكلم عن المزايا النسبيه لاذربيجان على وجه التحديد، اهميه اذربيجان بالنسبه لمصر ايه يا فندم؟ يعني بالطبع اذربيجان هو من الاقتصادات الواعده، يعني الاقتصادات المتوسطه التي تحقق معدلات نمويه. هناك تشابه في التجربه الاقتصاديه بين مصر واذربيجان، وهذه نقطة مهمة أيضا يمكن الاستفادة منها، بمعنى الاعتماد على المشروعات الصغيرة، الاعتماد على دور الدولة في التنمية، أيضا في مشروعات متعلقة بتكنولوجيا المعلومات والمعرفة، هناك يعني مجالات مختلفة. أذربيجان تمثل أهمية كبيرة لمصر، أيضا هي مدخل لمنطقة وسط آسيا، يعني حجم التبادل التجاري حقيقة لا يتناسب مع حجم الفرص الواعدة، يعني وبالتالي هذه الزيارة تفتح آفاق جديدة لتطوير هذا التعاون، جذب الاستثمارات الأزرية، أيضا فتح أيضا أمام الاستثمارات المصرية لأذربيجان، السلع المصرية في هذه المنطقة. يعني في الزيارة تم يعني سيتم التوقيع من اتفاقات في مجال التعدين، في مجال الطاقة، هناك الطاقة المتجددة، هناك مجال الأدوية ومجال الزراعة وغيرها من المجالات، وبالتالي هي تمثل أهمية كبيرة. ناهيك عن طبعا عن الدور السياسي لمصر طبعا في تحقيق الاستقرار الإقليمي، أذربيجان هي من الدول المهمة في وسط آسيا صحيح. أعتقد أن هناك يعني حقيقة تربط علاقات سياسية قوية مع مصر، يعني العلاقات العام الماضي احتفلوا به 30 عاما على العلاقات السياسية الدبلوماسية في 92، هي تمثل أهمية كبيرة. هي من العلاقات أيضا المتميزة بين مصر وهذه الدول، يعني لم تشهد عواصف كما بين العلاقات بين الدول صحيح. الأخرى صحيح. وبالتالي هناك أسس قوية يمكن البناء عليها في ظل تعود قوي لدول أخرى وقوى أخرى في هذه المنطقة بشكل عام كمان. بالطبع هي تمثل أهمية كبيرة حقيقة. والأمر الثاني أن تنويع دوائر مصر مع هذه الدول، يعني الهند دولة كبيرة اقتصادية، خامس اقتصاد على مستوى العالم، أذربيجان لديها أيضا تجربة اقتصادية مهمة،
أرمينيا سما أيضا بعد هذه الزيارة لديها تجربة اقتصادية مهمة. وبالتالي هنا الفكرة والفلسفة أن مصر منفتحة لكل هذه النماذج التنموية، لا تقتصر فقط، وهذه نقطة. النقطة الثانية الدائرة الآسيوية، الدائرة الآسيوية آسيا بشكل عام تحتل أو يعني الآن بها مجموعة من النمور الاقتصادية، الصين، اليابان، الهند، حتى الدول الصاعدة فيتنام، يعني كل هذه الدول هي لديها مزايا كبيرة ولديها تجربة تنموية يمكن الاستفادة منها. وصناعية، ودي الاستراتيجية اللي متوجه ليها حاليا. بالطبع في إطار توجه مصر طبعا لتوطين الصناعات المتقدمة، كما مثلا في الهند صناعة البرمجيات، صناعة التكنولوجيا المعرفة، وأيضا التوسع نحو الاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر. دعني جمالا نقول أن هذه السياسة حققت وزارة الرئيس السيسي، والمدخل ما يسمى الاعتماد الاقتصادي والتعاون هو أحد المداخل المهمة لتحقيق الاستقرار العالمي. صحيح. لأن العالم الآن بيشهد حالا من الاستقطاب الحاد بين القوى الكبرى، يعني أمريكا من ناحية وروسيا من ناحية، أمريكا من ناحية والصين من ناحية، حتى بدأت الدول الكبرى تحاول يعني نشر هذا الاستقطاب في مناطق مختلفة من العالم. هنا بيأتي التيار المضاد أو المقابل الذي تقوده مصر، وهو تيار الاعتدال، تيار التعاون الاقتصادي، تيار تشبيك المصالح، لأن هذا التيار يرسخ العلاقات بين الشعوب، لأن الاقتصاد هو الذي يقود السياسة. طيب. هذه نقطة مهمة. نعم دكتور أحمد، يعني بما أن يعني حديثنا الآن على الاقتصاد تحديدا وأهميته في هذا الوقت تحديدا أو هذه المرحلة في ظل يعني معاناة كبرى الاقتصادات العالمية من الأزمة الراهنة، الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يدع يعني أو يترك بابا يجذب آفاق جديدة للاستثمار في مصر تحديدا إلا ويطرقه، وربما خير دليل على ذلك أو برهان على ذلك ما حدث من اجتماع مع 50 شركة من كبرى الشركات الهندية في جولته في الهند، وأيضا بالأمس اجتمع مع عدد من رؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية وتحدث عن الفرص الاستثمارية المتاحة لهم في مصر. كيف تقرأ ذلك؟ بالطبع هذه استاذ احمد نقطه مهمه، لان هذا كما اشرنا جزء اساسي من اجنده الرئيس السيسي، وهو توظيف هذه العلاقات لدعم التنميه في الداخل، التقاء بكبرات رجال الاعمال، يعني كما راينا في الهند، في اذربيجان، في كل الزيارات التي قام بها الرئيس السيسي حقيقه هي بتعكس ان هدف هذه الزيارات دائما هي خدمه الاقتصاد، هي خدمه المواطن المصري، لان فتح افاق يعني جذب استثمارات، يعني توفير فرص عمل للمواطن المصري، يعني الانفتاح على التجارب التنمويه، يعني الاستفاده من المزايا النسبيه من هذه الدول في مجال الصناعه. احنا بنقول تجارب تنمويه، يعني هل هذه الاقتصادات الناشئه ان تحل الازمه الحاليه؟ يعني هذه الاقتصادات هي يعني تلعب دورا في حل الازمات، بمعنى كيف نستفيد من المزايا النسبيه لاذربيجان او ارمينيا او الهند. طبعا الهند دوله مهمه اقتصاديا، وهناك يعني هي ثالث او يعني ثالث شريك تجاري لمصر. نعم. والهند دوله قوه اقتصاديه يعني عظمى، يعني اطاحت ببريطانيا العام الماضي واحتلت المرتبه الخامسه الاقتصاديه. الهند لديها تجربه كبيره في التكنولوجيا المعرفه والمعلومات في بنجلور، وهي الان تتصدر العالم وسبقت امريكا. الهند لديها سوق واسعه. بالطبع هذه نقاط مهمه، يعني ماذا تعني جذب استثمارات هنديه؟ هي تعني الكثير بالنسبه لمصر حقيقه. تعني استفاده من التجربه التنمويه الهنديه، من التجربه الصناعيه الهنديه، من التجربه التكنولوجيه والمعرفيه، توطينها في مصر، وهذا التوطين يمثل اهميه كبيره في اطار الاقتصاد المصري الان هو بيدخل مرحله الانطلاق الاقتصادي. يعني السنوات الماضيه كان هناك نوع من البنيه الاساسيه التي الموانئ اللوجستيه، الان الاقتصاد المصري هو من الاقتصاد المرشحه بقوه للانطلاق. المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس متاحه. طبعا وهناك محور التنميه، طبعا هناك مشروعات كبيره. الامر الثاني ان مصر دوله مستقره، لان دائما هناك علاقه بين الاستثمار وبين الاستقرار. يعني العالم يشهد توترات الان واستقطابات، وراس المال يبحث دائما على المناطق المستقره والمناطق الامنه. بالطبع هو الاقتصاد المصري فلديه مزايا نسبيه استقرار، لديه مزايا في اصلاح اقتصادي وسياسات نقديه، وكل هذه التجارب هي بتجذب المستثمر الاجنبي. هذا التجذيب ماذا تعني؟ يعني انه ياتي الان ويستثمر في مصر، وهذا يساهم في مواجهه التحديات الاقتصاديه، وبالتالي يساهم في تحسين مستوى معيشه المواطن المصري. اذربيجان هي اقتصاد ناشئ، واعتقد ان هذه الزياره تفتح اسس جديده، يعني تفتح مجالات جديده. يعني مخرجات هذه الزياره ستنعكس في دفع العلاقات الاقتصاديه، دفع التبادل التجاري بين البلدين، دفع التعاون ايضا في المجالات التعاون العلمي. ولا ننسى ان هذه الدول هناك قواسم ثقافيه، بمعنى قوه مصر الناعمه هنا تلعب دور مهم. يعني على سبيل المثال اذربيجان، يعني الازهر الشريف له دور مهم في توطيد العلاقات ما بين مصر واذربيجان. يعني هناك الصوره الذهنيه
لدى عن مصر، لدى هذه الدول خاصة أذربيجان وأرمينيا، هي صورة إيجابية، وهذا طبعا صورة مهمة، لأنهم يعتبرون أن مصر كدولة لديها قوة ناعمة، لديها دور مؤثر ثقافي، دور حضاري. مصر كدولة في منطقة الشرق الأوسط دولة مركزية مفتاحية في إفريقيا، هي مدخل لإفريقيا. كل هذا بيجعل أن هناك نوع من التوجه إلى بناء شراكات مع مصر، هذه نقطة مهمة، ومصر تستفيد طبعا من هذه الشراكات. النقطة الثانية أن أيضا مثلا على سبيل المثال أرمينيا، هناك جالية أرمينية كبيرة في مصر ولعبت دورا في جسر بين التواصل بين الشعوب والدول. بمعنى آخر أن العلاقات السياسية المتميزة والعلاقات القوية تترجم في علاقات اقتصادية قوية. هذه العلاقات الاقتصادية قوية هي بالطبع يعني العلاقات الدولية قائمة على المصالح المتبادلة، والاقتصاد هو الذي يقود، والمنافع المتبادلة. بمعنى آخر مصر لديها ما تقدمه لهذه الدول، وهذه الدول لديها ما تقدمه لمصر، وهذا التعاون مع الشركات الأخرى بالطبع سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، على المواطن المصري، على كثير من الأمور. يعني مصر الآن لديها كل القدرات والإمكانيات التي تستطيع بها أن تكون ذات مكانة متميزة في الاقتصاد الإقليمي والاقتصاد العالمي. هذا ليس شهادتي، ولا وإنما هي شهادة البنك الدولي والمؤسسة الدولية. أمس كان هناك تصنيف الائتمان المصري عند مستوى بي بيعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري. أيضا العالم كله الآن يتنافس على إفريقيا وبناء شراكات مع إفريقيا، الهند، الصين، اليابان، أوروبا، روسيا. هنا الكل يدرك أن مدخل وتعزيز التعاون مع إفريقيا من خلال البوابة المصرية. بكل تأكيد مصر هي البوابة الأفريقية، بكل تأكيد، يعني العالم كله يدرك هذه الحقيقة. طيب يمكن ده بالنسبة لنا قراءتنا لهذا المشهد وزيارة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأذربيجان، لكن مهم كمان أن احنا نلقي نظرة عن وجهة نظر الجانب الآخر. والصحف الأذرية يعني تحدثت عن هذه الزيارة وأكدت أنه زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات المصرية الأذربيجانية. عايز أعرف من حضرتك يعني رؤيتك لهذا التقرير، ورؤيتك لوجهة النظر الأخرى وقراءة الجانب الأذري لهذه الزيارة. وبالطبع جمانة يعني هذه الدول طبعا يعني ترحب كثيرا بهذه الزيارة. لماذا؟ لأن هذه المنطقة تحديدا لم تكن تحظى بأولوية كبيرة في السياسة المصرية. يعني كانت مصر كدولة مهمة في الشرق الأوسط ودولة كبرى تركز على الدوائر التقليدية أوروبا أمريكا، وبالتالي هي بالنسبة لهم حاجة نقلة مهمة، لأنها هم يعتبرون مصر دولة كبيرة اقتصاديا، دولة قوية أيضا لها دور سياسي، دولة مهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي في هذه المنطقة التي تشهد يعني بعض التوترات. وبالتالي هنا يعرفون أن مصر دائما دولة تنحاز السلام الدولي، الاستقرار العالمي، لتسوية السياسية، للمنازعات من خلال الحوار والتفاوض، من خلال احترام مواثيق الأمم المتحدة، سيادة الدول. هذه السياسة المصرية الرشيدة بتجعل هناك نوع من المصداقية والثقة في مصر وفي دورها دائما في معالجة التحديات والنزاعات المختلفة. هذه النقطة. النقطة الثانية أنهم أيضا يعتبرون أن هذه الدول ستستفيد كثيرا من بناء شراكات اقتصادية مع مصر، لأن أذربيجان أيضا لديها مزايا أيضا في مجال الزراعة، في مجال التعدين، لديها يعني مواد خام، وبالتالي تشبيك العلاقات مع مصر يمثل أهمية كبيرة. الأمر الثالث أيضا هم هذه الدول أيضا كغيرها من الدول تبحث عن التعافي الاقتصادي وبناء شراكات مهمة، ومصر دولة مهمة، وكل هذا بيجعل أن هناك ترحيب كبير من الجانب الأذري، سواء في الصحف، في الإعلام، سواء في المستوى الرسمي، كل المستويات حقيقة. لأن كما أشرنا الصورة بس يعني هذه الحفاوة، يعني بنحاول ننقل للسادة المشاهدين هذه الحفاوة في ظل تواجد قوة عظمى في هذه المنطقة، هذه الحفاوة بزيارة مصر وتعزيز التعاون مع مصر. يعني بالطبع هذه المنطقة طبعا هناك مناطق طبعا معروف قوة عظمى روسيا، وهناك قوة أخرى لديها تأثير ونفوذ في المنطقة، لكن العلاقات الدولية لم تعد يعني كما كان بين الحرب الباردة قائمة على الأيديولوجية، يعني بمعنى التحالفات التوجهات الأيديولوجية. الآن كل التحالفات على اعتبارات اقتصادية، اعتبارات المصالح. هذه الدول تبحث عن مصالح، هي لديها مصلحة كبيرة في تعزيز التعاون مع مصر، كمصر كدولة اقتصاد واعد، كاقتصاد منطلق، وبالتالي هذه نقطة مهمة. الأمر الثاني أن الساحات أصبحت مفتوحة، يعني صحيح. كل التنافس الآن هو على الاقتصاد، هو على المصالح، هو على توظيف الموارد الغير مستغلة، وبالتالي هناك فرص كبيرة يمكن استغلالها والبناء عليها. والمنفعة متبادلة بكل تأكيد. بالطبع هذه مصالح مهمة. أيضا هذه النقطة الدائرة الآسيوية أيضا
هي تمثل اهميه لمصر ايضا. يعني الرئيس السيسي يذهب الى هذه الدول لماذا؟ يذهب للبحث عن فرص للتعاون، فرص لفتح افاق الاقتصاد المصري، يبحث عن تعزيز دور مصر وفي المجال الاقليمي والمجال الدولي. يعني ارمينيا واذربيجان ايضا بيتطلعان الى ايضا دائما الرؤيه المصريه والدور المصري الايجابي في دائما في دفع جهود السلام، في تحقيق الاستقرار. صحيح. هذه نقطه مهمه. وبالتالي كما قلنا ايضا مصر لديها علاقات مع كل القوى الكبرى، يعني وهذه النقطه فكره السياسه الحياد الايجابي، بمعنى ان مصر لا تدخل في استقطابات، ولكن مصر تبني شراكات مع كل الدول دون ان تستبدل شراكه بشراكه اخرى، او دون ان تنحاز لشراكه ضد شراكه اخرى، وانما الانفتاح لكل القوى، يعني الانفتاح على امريكا، على اوروبا، على روسيا، على الصين، على افريقيا، على الهند، على كل الدول في اطار تعظيم المصالح المصريه وتعزيز التعاون. ويعتقد ان هذا المدخل وهذه السياسه الرشيده النزيهه المصريه هي بتمثل اهميه مع كل الدول، يعني وبالتالي هذا التواجد المصري لا مرحب به من كل القوى. هو ده يعني نهج الدبلوماسيه المصريه تحديدا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائمه على احترام الدول الاخرى وعدم التدخل في مصالح هذه الدول الداخليه وعدم الاستماله على حساب طرف على الطرف الاخر. ولكن الاقتصاد دائما لا يعرف سوى لغه الارقام، وإذا تحدثنا بلغة الأرقام فيما بين مصر وأذربيجان سوف نجد أن في يناير تحديدا، من يناير لديسمبر في 2022، حجم التبادل التجاري ما بين مصر وأذربيجان وصل إلى 16 مليون دولار ومئة ألف، ومنها 2.5 مليون دولار صادرات لأذربيجان للبلاد، و13 مليون و300 ألف دولار تحديدا للواردات. الأرقام دي بتمثل إيه لحضرتك؟ يعني هذه الأرقام حقيقة هي لا تعكس مستوى العلاقات السياسية الممتازة ولا تتناسب مع حجم الفرص المستقبلية الواعدة. بمعنى هذا المبلغ هو نتاج أيضا يعني وهذه سبب الزيارة، أن هناك فرص كثيرة غير مستغلة، وأنه يمكن تطوير العلاقات مع هذه الدول والاستفادة ورفع حجم التبادل التجاري ليس فقط من 20 أو 42 مليون دولار يعني كما تشير التقارير الأرقام إلى يعني إلى أرقام أعلى وأكبر. يعني مثلا في زيارة الهند العلاقات المصرية 7 مليار وتم تعزيزها ل 12 مليار، 7.5 مليار تم تعزيزها إلى رفعها 12 مليار. وبالتالي الهدف من الزيارة هو رفع مستوى وسقف التعاون مع هذه الدول، هذه النقطة المهمة. وهناك أرضية مشتركة، هناك مقومات مشتركة، يعني هناك عوامل تدفع في اتجاه هذا التطوير للتعاون، سواء العلاقات الاقتصادية، لأن العلاقات السياسية ممتازة، هناك أراضي سياسية لدى قيادتي مصر وأذربيجان، هناك إمكانيات وفرص كثيرة غير مستغلة، هناك موارد ضخمة بها أذربيجان، وأيضا هناك فرص استثمارية في مصر. كل هذه العوامل تدفع في اتجاه الانطلاق وفي العلاقات إلى آفاق أكبر وأوسع، هو بالنهاية المطاف سيعود بالنافع على البلدين، على شعب أذربيجان وعلى الشعب المصري. وكل هذه زيارات السياسة الخارجية، يعني السياسة الخارجية دائما هم يتطلعون ماذا نستفيد من مصر، ماذا نستفيد من بالطبع المصالح المشتركة. الاقتصاد هو الذي يحكم السياسة، ولغة الأرقام هي المهمة، والمصالح المتبادلة. والآن هي مصر الآن أصبحت وجهة مهمة لكثير من الدول، سواء الكبرى أو المتوسطة أو الدول يعني المتوسطة في الاقتصاد، كلها وجهة مهمة للاستثمار في مصر. هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا أن النظر لمصر أيضا من منظور سياسي، أن مصر الآن دولة تمثل دورة مهمة في تحقيق الاستقرار في العلاقات الدولية. يعني نحن نشهد الآن حالة من العسكرة العلاقات الدولية، يعني منارات عسكرية اتجاه دول التسلح العسكري، اليابان، الصين، يعني هناك بؤر ملتهبة، وكل هذا التأثير والاستقطاب الدولي يؤثر على التعاون الاقتصادي العالمي، على مفهوم العمل الجماعي الدولي. هنا مصر تبرز كما يعني مثلا رأينا في مؤتمر شرم الشيخ وقيادة مصر للتيار مواجهة التغيرات العالمية باعتبار أنها تهدد السلم الدولي. صحيح. أنها تهدد كل الدول والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والهيدروجين، وهذا جزء من السياسة المصرية والتعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال تحديدا. وهذه نقطة مهمة، مصر الآن تقود تيار فكرة تبريد العلاقات الدولية، تحقيق الاستقرار، تحقيق التعاون الاقتصادي، لأن في الصراعات الدولية في التوترات الكل خاسر، بينما في التعاون الاقتصادي مهما كان الكل رابح، وإن بدرجات متفاوتة حسب قوة ووزن كل اقتصاد. وبالتالي العلاقات الاقتصادية بين مصر وأذربيجان هي مرشحة بعد هذه الزيارة بالطبع للانطلاق الاقتصادي، رفع مستوى هذا التمثيل التجاري الذي يعني لا يعكس حقيقة حجم وقوة العلاقات بين البلدين. وأيضا في الزيارة لأرمينيا أيضا في إطار هذا التوجه، وهذه الدول كانت يعني مستقلة الاتحاد السوفيتي، لديها إمكانيات كبيرة حقيقة في المعادن، تحقيقا في المعادن المهمة والنادرة، أيضا في المجال الزراعي. والعالم الآن يبحث عن تعزيز الأمن الغذائي كما رأينا في الهند، يعني الهند هي من الدول المصدرة للقمح. صحيح. والهند يعني العام الماضي أوقفت تصدير القمح إلى العالم باستثناء مصر.
هذا بيعكس ماذا؟ بيعكس الثقة في السياسة المصرية، يعني في القيادة المصرية. يعني الرئيس السيسي الآن هو يمثل نموذج في يتعلق في العلاقات الدولية بتكريس نماذج التعاون الدولي، التشابك الاقتصادي، التنمية الازدهار، عدم الدخول في صراعات، لأن الصراعات هي مكلفة والصراعات هي تؤدي إلى التدمير. يعني ما نرى الآن في أوكرانيا وفي روسيا، لا يعني هذا في النهاية ليس فقط تأثيره على البلدين ولكن على العالم كله. وبالتالي في الوقت الذي يشهد فيه العالم توترات وصراعات واستقطابات، هنا مصر تبني شراكات اقتصادية تعاون مع كل الدوائر، الدائرة الآسيوية، دائرة الدول وسط آسيا كما رأينا من قبل في شرق أوروبا، وطفرة كبيرة في البحر المتوسط، الدائرة الأوروبية، الدائرة الإفريقية، يعني كل الدوائر حقيقة، كل الدوائر مصر تهتم بها في إطار في نهاية المطاف سيكون لها مردود إيجابي على المواطن المصري. هذه النقطة التي نركز عليها، لأن هذه الزيارات وهذه ما تجلبه من استثمارات وما تفتحه من آفاق للاقتصاد المصري في نهاية المطاف ستنعكس على تعزيز التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي توفير فرص عمل، وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطن المصري. طيب يمكن واحنا بنتحدث عن زيارة سيادة الرئيس للهند، أعتقد أنه المعظم عارف التجربة الهندية وأهمية الاقتصاد الهندي ومدى حجم الاقتصاد الهندي، لكن واحنا بنتكلم عن أذربيجان، حضرتك تحدثت عن التجربة التنموية الهامة لأذربيجان، لو حضرتك تحكي لنا وتحكي للسادة المشاهدين هذه التجربة التنموية لأذربيجان، إيه اللي حصل؟ يعني بالطبع هذه الدول يعني كانت استقلت في بداية التسعينات، الاتحاد السوفيتي، أذربيجان وأرمينيا وعدد من دول الجمهوريات السوفيتية. يعني هذه الدول كانت يعني تابعة للاقتصاد الاشتراكي معروف يعني. صحيح. ويعني التجربة الاشتراكية كما حتى في روسيا لم يعني تؤتي ثمارها أو لم تنجح بشكل كبير، وحدث نوع من التحول، يعني معظم هذه الدول تحولت إلى الاقتصاد الحر وإلى يعني نظام الرأسمالي، يعني والاعتماد على الاستثمارات الخارجية وتعزيز دور القطاع الخاص، الاعتماد على المشروعات الصغيرة، يعني إطلاق قوى الإنتاج وعمل يعني تجربة تنموية. الأمر الثاني أن توظيف الموارد، يعني المزايا النسبية، يعني أذربيجان لديها مزايا نسبية مهمة في مجال الزراعة، في مجال المعادن، مجال المعادن لديها معادن مهمة أيضا، في مجال النفط والغاز والبترول، وبالتالي بدأت توظف هذه الثروات تبني تشابكات. هي كجزء من الاقتصادات الآسيوية بشكل عام استفادت من الاستثمارات الخارجية الأجنبية التي انتقلت لهذه المناطق، يعني بحكم العمالة الرخيصة، بحكم تكلفة الإنتاج منخفضة إلى نوع ما، وبالتالي بدأت تحقق نوع من النمو والاستقرار. لكن تظل هناك التحديات بالنسبة لهذه الدول، إذا في أجواء عدم الاستقرار، يعني عدم أجواء بعض الصراعات المتزامنة موجودة، وهذه تؤثر سلبا على فرص الانطلاق، وبالتالي هناك يعني رغبة وتوجه في يعني تحمل الفترة المقبلة نوع من الاستقرار وتسوية بعض النزاعات الحدودية أو غيرها والانطلاق الاقتصادي. هنا التعويل على مصر في بناء علاقات قوية مع مصر، الاستفادة من الاقتصاد المصري، من المزايا النسبية لمصر. وأعتقد أن أذربيجان هي كما قلنا هناك مقومات مشتركة، يعني هناك علاقات مهمة، هناك علاقات ليس فقط على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي، على المستوى أيضا العلمي، على المستوى التعليمي، هناك يعني عدد كبير من الأزهريين يتعلمون في الجامعات المصرية في الأزهر. كل هذا يمثل ما يسمى جسور لربط العلاقات، لأن هذا بيخدم وبيدعم من التعاون الاقتصادي. وكما أشرنا الاقتصاد هو أساسا الذي يقود ويقوي علاقات الدول ويعمل تشابكات سياسية. وأعتقد أن أذربيجان وهذه الحفاوة الكبيرة للرئيس السيسي وهذه اللقاءات هي في نهاية المطاف بتعكس الأهمية الكبيرة التي توليها أذربيجان والمؤسسات الأذرية لمصر والرئيس السيسي وتعويلهم على التعاون أكبر في المستقبل. نعم دكتور أحمد، يعني البعض تحدث أيضا بأن هذه الزيارة لها انعكاس على ما يحدث في روسيا تحديدا، باعتبار أن أذربيجان من دول الاتحاد السوفيتي سابقا، كيف ترى ذلك؟ أنا في اعتقادي أن مصر هي دائما بتسعى إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، ومصر لديها علاقات قوية مع روسيا ومع كل الدول، ومصر في حتى في الأزمة الروسية الأوكرانية تبنت سياسة الحد الإيجابي، الحد الإيجابي أنها لا تنحاز لطرف على حساب الطرف الآخر. صحيح. والإيجابي تعني أنها تأخذ دور أكثر إيجابية في الدعوة إلى تحقيق الاستقرار والسلام. يعني اللي حصل في أطلق في مؤتمر شرم الشيخ يعني كما أشرت في مؤتمر قمة شرم الشيخ دعوة إلى تحقيق السلام، وكان هناك بعثة لوزير الخارجية المصري ضمن الجماعة العربية في تحقيق الاستقرار. بمعنى آخر المنطق المصري يقول أن استمرار الحرب هو يؤدي المزيد من المعاناة ليس فقط على طرفي النزاع والعالم كله، ومصر تأثرت
سلبا وأذربيجان تأثرت سلبا. النقطة الثانية أن التحركات المصرية والتعاون مع هذه الدول في نهاية المطاف يأتي في تعزيز الشراكات مع روسيا ومع الدول جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى، وكلها في إطار تعزيز هذا التعاون. وأعتقد أن روسيا بتنظر لمصر بنظرة إيجابية، خاصة أن هناك علاقات قوية بين مصر وروسيا وعلاقات مهمة. وأعتقد أن هذه الدول هي في نهاية المطاف هي بتتعامل من منظور أن مصر ليست جزءا من استقطاب، مصر ليست جزءا من صراع، مصر دولة لديها رؤية تنموية، مصر لديها سياسة خارجية رشيدة ونزيهة، مصر منفتحة لكل الدول، تعزيز مفهوم التعاون الدولي والعمل الجماعي الدولي، وهذا المنظور الذي يجعل دائما هناك ترحيب لمصر والدور المصري في هذه المنطقة من وسط آسيا، سواء أو حتى من جانب القوى الكبرى مثل روسيا وغيرها، لأن كما أشرنا روسيا هناك تقدير حقيقي للسياسة المصرية، وهي يعني في عهد الرئيس السيسي ثبت أن فعلا أن مصر بإمكانياتها الحضارية وإمكانياتها الاقتصادية وإمكانياتها السياسية والأمنية قادرة على مواجهة كل هذه التحديات. نقطة مهمة أيضا في أذربيجان وهي فكرة التوافق أيضا في الرؤى، يعني هناك توافق في الرؤى بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الدوليه القضايا الاقليميه، يعني ايضا فيما مثلا مواجهه الارهاب والفكر المتطرف. هناك يعني تجربه او يعني هناك تقدير اذري لتجربه مصر المصرية في محاربه الارهاب والفكر المتطرف وفكره نشر الدين الوسط الاسلامي الصحيح والبعد عن التطرف، لان هذا التطرف لا يعكس يعني وسطيه الاسلام او مفهوم الاسلام المعتدل، وهذه نقطه مهمه. لذلك هناك تقدير كبير لدور الازهر الشريف، يعتبر ان مصر هي دوله الاعتدال وتمثل الدين الوسطي المعتدل. هذه النقطه. النقطه الثانيه، هناك ايضا دعم ازهري للقضيه العربيه دائما في الامم المتحده، ودائما تصوت للقضيه الفلسطينيه ودعم حل الدولتين تحقيق الاستقرار في المنطقة. هذه الدول أيضا يعني مهمة في الأمم المتحدة في الجمعية العامة دائما في مواجهة. هناك أيضا تقدير لمصر في التعبير عن قضايا الدول النامية في الأمم المتحدة، يعني مصر تعبر عن قضايا الدول منها أذربيجان أو أرمينيا أو غيرها فيما يتعلق به مثلا قضايا المناخ وعدالة المناخية، تحقيق ضرورة مساعدة الدول الكبرى للدول الأكثر تضررا مثل أذربيجان، ويعني وتم إنشاء صندوق للخسائر والأضرار في شرم الشيخ، بالطبع سيكون له دعم لأذربيجان أو أرمينيا. يمكن ده كان النجاح الحقيقي لقمة المناخ. بالطبع، فكل هذه القضايا يعني هناك تقدير لمصر ليس فقط من المنظور العلاقات الثنائية أو التعاون الاقتصادي، ولكن أيضا منظور أشمل فيما يتعلق بأن مصر الآن أيضا مع الهند، يعني الهند كدول عدم الحياز تعبر عن قضايا العالم النامي، نظام دولي أكثر عدالة، نظام اقتصادي أكثر عدالة، دعم قضايا الدول النامية، القضايا المناخية وغيرها من القضايا، كل هذا بيعكس حقيقة هذا التقدير. ولذلك نرحب يعني هذا يفسره بهذا الترحيب الكبير والحفاوة الكبيرة من أذربيجان، يعني هذه يعني زيارات رئيس مصري كدولة في قوة مصر وحجم مصر يزور أذربيجان وتترك العلاقات الاقتصادية، هذا بيعكس حقيقة أن هناك الآن نقول يعني مرحلة جديدة من العلاقات بين مصر وأذربيجان. هذه المرحلة أعتقد في المستقبل ستكون لها انعكاسات إيجابية على الجانبين، وأعتقد أن مصر الآن في نهاية المطاف كل هذا هو حصاد لسياسة خارجية مصرية، سياسة خارجية رشيدة نزيهة تقوم على التعاون. مصر الآن والرئيس السيسي يفتح كل الأبواب، يطرق كل المناطق في شرقا وغربا شمالا جنوبا من أجل الاقتصاد المصري، من أجل التنمية، من أجل المواطن المصري، وهذه هي الفلسفة وسبب وراء كل هذه الزيارات، إضافة طبعا إلى العوامل السياسية وتعزيز دور مصر في محيطها الإقليمي ومحيطها الدولي في ظل عالم يموج بالاضطرابات والصراعات. يعني نستطيع تفضلي شو بس معانا دقيقة سريعة جدا دكتور أحمد، يعني كيف يرى العالم التحركات المصرية، يعني الدبلوماسية اللي بنتكلم تحركات شرقا وتفاهمات عربية عربية وتفاهمات مصرية أوروبية، كيف يرى العالم أو ترى القوى العظمى التحركات المصرية؟ يعني بالطبع القوى العظمى تراقب طبعا وتهتم بهذه التحركات المصرية. أولا مصر شهدت طفرة كبيرة في الدائرة العربية، يعني كما قلنا في العام الماضي في الدائرة الإفريقية في الدائرة الآسيوية في الدائرة حتى مع أمريكا، العالم ينظر لمصر الآن أنها دولة تمثل نموذج جديد في العلاقات الدولية يقوم على تعزيز العمل الجماعي الدولي. نعم، يعني زي ما حضرتك ذكرت شرقا وغربا وشمالا وجنوبا تؤسس مصر لرؤيتها الخاصة بالدبلوماسية المصرية، الدبلوماسية المصرية التي تحترم كافة الآراء والرؤى والأفكار المتعلقة بالدول القائمة على عدم التدخل في شؤونها الداخلية. بنشكر حضرتك دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهرام، شكرا على هذه القراءة الوافية. شكرا جوانا، شكرا أحمد، شكرا لكل المشاهدين، صباح الخير يا مصر. نورتنا مشاهدينا على هامش الانطلاقة الأولى من معرض القاهرة الدولي للكتاب. كان في ندوة مهمة حضرها عدد كبير من جمهور المعرض عشان يتعرفوا على رحلة الكاتب الكبير صلاح جاهين،
ورباعيات والاستثنائية اللي لسه باقية وبتتنقلها الأجيال حتى الآن. تقرير خاص لزميلنا رامي محمد، خلينا نتابعه مع حضراتكم ونرجع نكمل فقراتنا في صباح الخير يا مصر. حالة من الاحتفاء والتقدير لأعمال الشاعر الكبير صلاح جاهين جاءت على هامش فعاليات ندوة بعنوان صلاح جاهين ودوره في شعر العامية، ضمن وقائع فعاليات وأنشطة معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 54. صلاح جاهين هذا الشاعر العظيم، بل الفنان يعني الكبير متعدد المواهب. حضر الندوة بهاء جاهين نجل الشاعر الكبير صلاح جاهين والشعراء أمين حداد والباحث مسعود شومان. أدار الندوة الشاعر والإعلامي سامح محجوب، وكانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اختارت الشاعر الكبير صلاح جاهين شخصية المعرض في دورته الحالية. صلاح جاهين ده محبوب الشعب واختيار مثالي لأي معرض كتاب، لأنه متعدد الجوانب، فيعني بيضمن لأي معرض يختاره شخصية العام أن كل يوم يبقى فيه ندوة على الأقل عن صلاح جاهين في جانب من جوانبه الإبداعية. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلع مصر لتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة مع أذربيجان سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص. جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في العاصمة باكو في مستهل زيارة الرئيس السيسي إلى أذربيجان. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع جاء بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأذريين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة وعلى رأسهم وزير الاقتصاد الأذري. وأوضح الرئيس السيسي خلال الاجتماع ما قامت به الدولة من جهود وإصلاحات استهدفت تسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمار في إطار متكامل من البيئة التشريعية الحديثة للاستثمار، فضلا عن حجم الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة. من جانبهم أكد المسؤولون الأذريين تطلعهم لتعظيم التعاون والاستثمارات المشتركة مع مصر. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان في زيارة رسمية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين. وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس السيسي إلى أذربيجان ستشهد عددا من اللقاءات المكثفة وأهمها عقد مباحثات مع رئيس أذربيجان إلهام أليف. قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليجا سيرمولتوف إن الولايات المتحدة تحضر لشن هجمات سيبرانية ضد بلاده. وأضاف المسؤول الروسي أن موسكو تدرك جيدا أن واشنطن تعمل بشكل مكثف على تجنيد قراصنة إلكترونيين وتدريب ما وصف به بالجيش الإلكتروني الأوكراني، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة خلافا لرغبة غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعمل علنا على ما وصفه بعسكرة فضاء المعلومات على حد تعبيره. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العراق لا تحتاج إلى قوات أجنبية على أرضه. وأوضح رئيس مجلس الوزراء العراقي أن العراق يحتاج إلى تعاون مع التحالف الدولي أو مع الدول خارج التحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار والأمن، مشيرا إلى أن وجود التحالف الدولي في العراق بطلب من الحكومة العراقية السابقة هو يخضع لحوار مهني وفق اتفاق سياسي تحدده الجهات الأمنية الرسمية في مسألة بقاء المستشارين وتحديد أعدادهم وأماكنهم والتعاون في مجال التدريب وتبادل المعلومات.
تتواصل لليوم الثالث فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 وسط إقبال جماهيري كبير. وقال رئيس الهيئة العامة للكتاب أحمد بهي الدين، قال إن المعرض شهد إقبالا جماهيريا كبيرا في ثاني أيام فتح أبوابه للجمهور، حيث تجاوز عدد زوار المعرض 250,000 زائر. وأكد أن الإقبال الجماهيري انعكس بشكل كبير على مبيعات الكتب، حيث سجلت مبيعات كتب الهيئة رقما قياسيا خلال يومين فقط من المعرض، خاصة مع تنوع العناوين المطروحة ومناسباتها لمختلف الفئات. وتتنوع الفعاليات التي تشهدها أروقة المعرض ما بين الندوات التثقيفية والفعاليات الفنية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة. تأهل 4 لاعبين مصريين إلى نهائي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه البريمير ليج المقامة خلال الفترة من 27 وحتى 29 من يناير الحالي بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولية. كما استطاع 4 لاعبين آخرين التأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية في منافسات الكاتا والكوميتيه. وتأهل إلى نهائي كل من محمد جابر وعبد الله عبد الجواد وريم سلامة وسلمى حسن. وتأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية آية شامكاتا للسيدات وكريم أبو عطا ونغم ياسر وأحلام حمدي. هذا ومن المقرر أن تقام اليوم منافسات الكاتا للرجال وباقي الأوزان في الكوميتيه. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر، ولكن بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وزي ما وعدناكم في بداية الحلقة معانا وجبة دسمة من الحوارات واللقاءات اللي أجراها زميلتنا منى الشرقاوي وبسنتر حسيني من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب. يعني في الحقيقة جمانة منى وبسنت عملوا لنا عدد من الحوارات واللقاءات، يمكن مش عاوز أقول أهمها لأن كل لقاء هو مهم في حد ذاته مع مثقفي مصر دلوقتي مع الكاتب الصحفي أحمد الجمال، واللي هيكلمنا عن دور المعرض في نشر الثقافة والوعي والمعرفة. تعالوا نتابع هذا اللقاء. معرض القاهرة الدولي للكتاب، تاريخ من الثقافة، تظاهرة ثقافية بتحظى بمكانة كبيرة جدا في قلوب القراء والكتاب، فرصة لتجمع الأدباء وفرصة إن الناس وإحنا كمان نستفيد من وجود كبار القامات اللي بتحضر بنفسها، سواء تشوف الكتب الجديدة أو تبقى موجودة في اللقاءات الفكرية والندوات. معانا النهاردة وبينورنا وبيشرفنا واحد من أهم الكتاب الصحفيين في العالم العربي، الأستاذ أحمد الجمال، اللي بنسعد بوجوده النهاردة معانا. أهلا بيك يا وسهلا. بداية، فكرة التواجد في معرض الكتاب، واحنا سعداء بان حضرتك اختصتنا بهذا اللقاء، وسعداء ان حضرتك نزلت لنا بدري مخصوص علشان تيجي معرض الكتاب في الوقت البدري ده. ومعرض الكتاب ده يعني الحضور فيه وتلبيه اي دعوه، وخاصه للبرنامج بتاعكم، في وجودكم ناس متميزين ومحترمين لابد من ان نلبي فورا. يعني أكيد لو جينا قلنا معرض الكتاب السنة دي في نسخته 54، وحضرتك مطلع على يعني معرض الكتاب منذ سنوات عدة، الفكرة في الشكل المختلف اللي بيقدم كل سنة في معرض الكتاب؟ المعرض أولا فكرة معرض الكتاب هي متصلة بدور المكتبة ودور الكتاب في حياة الأمم، ومعلوم أنه الكتب المقدسة وخاصة الإنجيل والقرآن بدأت بالإشارة للكلمة والقراءة، ففي البدء كان الكلمة وإقرأ، ولمن يعرف اللغة العربية قليلا يجد أن كلمة إقرأ هي فعل أمر وجوبي لا يقل وجوبا عن أقم الصلاة وصوم رمضان وزكي وحج. كلمة فعل إقرأ، من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يتجه للقراءة فهو منكر لما هو معلوم من الدين بالفعل الأمر الوجوب. فإذا أضفنا لذلك
الأمر بالتفكر والتعقل والسير في الأرض لقراءة كتاب الله المفتوح وهو الطبيعة والكون، سنكتشف أن معرض الكتاب هو جملة مفيدة في كتاب ضخم هو كتاب الكون، وهو المدخل الحقيقي لفهم علاقات هذا الكون وهذه الأرض المسكونة، وبغيرها لن يكون هناك فهم ولا تدبر. هذا بالنسبة لمعرض الكتاب أو بالنسبة للكلمة والكتاب. أما بالنسبة لمعرض الكتاب فهو تجميع لنتاج العقل والوجدان في مكان واحد ليكون متاحا للبشر. هذا العام وبشعار المعرض حول الفكر والإبداع وبالشخصيات المختارة، المعلوم أن اللغة لها فروع، وفرع من الأصل هو العامية المصرية، وصلاح جاهين سيد من نظم وأطرب الوجدان والسمع والفؤاد والعقل بالعامية المصرية التي هي الوعاء الحقيقي للتراث المصري. الفلاح غنى مواله بالعامية، والأم الثكلى رددت عويلها وندبها وأنينها بالعامية المصرية، ونتأوه بالعامية المصرية ونحب بالعامية المصرية، فهي فرع من أصل هو اللغة العربية. حابين نتكلم مع حضرتك عن يمكن علاقتك بقى بمعرض الكتاب اللي يمكن بترجع ل 1970 تقريبا. علاقة حضرتك الشخصية بإيه؟ شأن أي شاب مصري آنذاك، طبعا مش دلوقتي يعني، عاصرت نشأة المعرض منذ 54 سنة، وكنا نأتي أفرادا وجماعات للمعرض، وكانت الأسعار معقولة يعني، كان العملة المعتمدة طبعا انتم ملحقتوهاش هي التعريفة والقرش الساغ، وعلى فكرة الجنيه كان يتكون من 100 قرش، والقرش يتكون من 2 تعريفة، والتعريفة تبقى 5 مليم، فكان المليم برضو له قيمة يعني. في تلك الفترة كان هناك سلاسل للمعرفة، سلسلة اقرأ، سلسلة خذ المعارف من دار المعارف، سلسلة الألف كتاب الأولى والثانية وإلى آخره، سلاسل عديدة جدا من الكتب التي كانت متاحة لعامة الناس بأسعار زهيدة. ثم يأتي معرض الكتاب يتم عمل تخفيضات على هذه الكتب، فتخيلي أنه الكتاب ذي السعر الزهيد يتم التخفيض عليه أيضا مرة ثانية في معرض الكتاب. الندوات اللي كانت بتتم في كل مراحل معرض الكتاب بتفتح الباب إلى أن تكون القراءة والعلاقة بالكتاب ديالوج وليست مونولوج. المونولوج هو أنا، يبقى مونولوج أنا والكتاب، يعني أنا لوحدي والكتاب يعني، فأنا عامل مونولوج لوحدي. إنما عندما يتحول الكتاب إلى موضوع لندوة ومحاضرة وحوار، يبقى فيه إضافة وفيه إبداع وفيه فكر، وعادة لا يتم التقدم إلا بالحوار بالديالوج. الأمر الفردي لا ينتج، وأنا والكتاب في غرفة مغلقة ماشي، خير جليس في الحياة كتابه، ولكن الندوة والمعرض بتاع. أنا استمريت في العلاقة بالمعرض تقريبا طول إلا فترات الانقطاع للسفر أو لظروف أخرى ليس مجال ذكرها. إنما يلعب المعرض في حياة مثلي وجيلي وأجيال لاحقة، وإلى الآن الحمد لله يعني الناس متجهة للقراءة، يلعب دورا مهما وخطيرا وينتظر كل سنة. والمصري عادة يحب المواسم والمهرجانات، يعني يحب يستنى مولد السيد البدوي، مولد سيد إبراهيم الدسوقي، مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب، ثم مولد معرض الكتاب. والمولد مش معناه الفوضى ولا معناه الدروشة ولا معناه البله، ولكن المولد هو محصلة جمعية كبيرة جدا للوجدان المصري في الإنشاد الديني. اتفضلي. ذكريات حضرتك بقى مع المعرض، ذكريات حضرتك الخاصة بالمعرض. ذكرياتي في المعرض يعني مش كثيرة ولا 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 مثيرة، ولكنها يعني ساهمت في بعض الندوات
وساهمت في بعض المحاضرات، ولكن ربما تكون يعني الذكريات الأساسية هي أن أنا بطبعي مشتبك، يعني لازم من عركة فكرية أو خناقة ذهنية، وبالتالي لا أخذ الأمر كأنه مسلمات، ولكن أختلف وأحيانا أشتط في الخلاف وأترك الآخرين يختلفون، فتبقى فيه شوية بهارات على الحياة. المعرض جزء من ذكرياتي معاه أنه أحيانا لما كان بيبقى معايا فلوس أشتري وما أقدرش أشيل الكتب يعني، وبعدين مرة تذكرت وأنا اشتريت كمية كبيرة من الكتب ما حدث للإمام الغزالي وهو خارج من بغداد ذاهب إلى مكة، فأخذ كتبه وحملها على عدة جمال بعير، فصادفه قاطع طريق وأراد أن يسلب ما معه، فقال له لا خذ ما معي كله إلا هذه الكتب. قال له لما؟ قال له لأن فيها كل معرفتي. قال له ولكني أقول أنك لن تفلح، ما في هذه الكتب على ظهر الجمال إن لم يكن ما في هذه الكتب داخل ذهنك، فيستطيع أي أحد أن يسرق ما في الكتب، إنما لو كل ما فيها في ذهنك لما أحد استطاع أن يقطع عليك الطريق أو بتاع. فتخس العبرة إنه العبرة مش بأن الواحد يعمل مكتبة للفرجة في البيت أو للزينة، ولكن هل قرأ ما في المكتبة؟ هل استوعب ما فيها؟ هل أضاف عليه أم لا؟ طيب خليني أقول إن السنة دي الأردن هي ضيف الشرف، نقدر نقول ده يقدر يساعد إزاي في توثيق العلاقات اللي بيننا وبين الأردن، وإنها تبقى أكثر يعني قوة وأكثر متانة ومزيد من التبادل، خصوصا إن الأردن عنده يعني شكل مختلف دلوقتي من التطوير وعنده شكل مختلف من التحديث مع الحفاظ على هويته الأصلية. نعم نعم، الأردن شأنه شأن بقية البلاد العربية في التواصل مع مصر وفي الاعتراف لدور مصر الثقافي والعلمي، وشهدت الجامعات المصرية والمعاهد المصرية طلابا أردنيين عديدين في مراحل طويلة منذ افتتحت الجامعة المصرية. عندما قامت مملكة شرق الأردن وبقي الأردن دولة عربية، يتسم أهل الأردن بأنهم أيضا ملتقى حضارات، يعني ملتقى في حوض يضم جزء، يعني الأردن جزء من سوريا الكبرى اللي فيها فلسطين والأردن ولبنان وسوريا السياسية الجغرافية. يعني الأردن له باع في الثقافة، لا ننسى أن الأردن شهد جزء من الحضارات القديمة ومدينة البتراء أو منطقة البتراء، والبتراء يعني الصخور، البتراء يعني يا ريتكم تكونوا زرتوها، إنما شاهد خطير على ما كان في الأردن. الأردن يمر فيه نهر الأردن الذي تعمد فيه السيد المسيح وهو نهر مقدس، فيه بحيرة طبرية، وعليه فإن لأهل الأردن وشعبه خلفية تاريخية حضارية ثقافية تؤهل الأردن لأن يكون فاعلا في الحياة الثقافية العربية. لو ضممنا إلى ذلك ما في الأردن من فولكلور وفروسية وشعر نبطي وشعر عربي وشعر باللهجات العشائرية، سنكتشف أنه المعادلة الثقافية تكتمل في الأردن. ومن هنا فإن مشاركة الأردن في المعرض هذا العام وأنا أكون ضيف الشرف هي إضافة قوية جدا تعطي للأردن حقه كرقم صحيح في الثقافة العربية الأصيلة، وأيضا تفتح الآفاق إلى أنه القوة الناعمة العربية أو القوة الذكية العربية تتواصل أطرافها. يعني إذا كنا بنتكلم عن التكامل الاقتصادي، النفط، الغاز، الزراعة، الصناعة، لابد من تكامل للوجدان العربي. الوجدان العربي هو الذي يتجاوز الظروف السياسية. من الممكن نختلف سياسيا فتنقطع العلاقات، أو نختلف سياسيا فتؤثر على
المناخ العام، خصوصا ان احنا عندنا المقاومات الاساسيه، يعني عندنا وحده في اللغه، عندنا تقارب شديد في العادات والتقاليد. فاعتقد ده بيكون اكتر داعم. هذا صحيح، ان احنا نقدر يبقى عندنا نوع من انواع الوحده الثقافيه. مش هقدر اقول وحده ثقافيه، لكن لا وحده ثقافيه. لماذا لا يعني نقول تقارب شديد جدا؟ لان حضرتك لو لاحظت الجغرافيا، ما هو لابد ان لمن يقرا التاريخ او حتى اللغه او الحضاره ينظر للخريطه. محافظه الشرقيه عندنا او منطقه الجوف اللي هي الشرقيه والاسماعيليه والسويس وبورسعيد ثم سيناء، متصلة بفلسطين والأردن وبادية الشام وشمال الجزيرة العربية. ولذلك اللهجات يعني قلنا وقالوا وجبت لك، ويعني عندكم في البحيرة كمان، يعني ما يعني اللي عايز أقوله إنه في وحدة حقيقية، لأنه الجغرافيا غير منفصلة. فإذا تواصلت الجغرافيا وليس فيها انقطاع لا ببحر ولا بنهر ولا بجبال عالية ولا بفلوات زي الربع الخالي مثلا تقطع سبل الانتقال، تصبح الوحدة الوجدانية ووحدة اللغة ووحدة الثقافة قائمة. طب بما اننا بنتكلم عن الثقافة، هل الثقافة ممكن تقرب ما بين الشعوب؟ هو سؤال تقريري على فكرة مش استفهامي. نعم، هي الثقافة هي اساس التقريب بين الشعوب، الثقافة هي اساس الاقتراب. ولذلك فكرة الحضارة وشجرة الحضارة والتواصل الحضاري، فإذا كنا مثلا نتقارب مع شمال المتوسط مع الدول ذات الأصول اللاتينية والإغريقية والآخره، كيف لا نتقارب مع أهلنا وإخواتنا في الحوض الحضاري الممتد من موريتانيا أو من شواطئ الأطلسي إلى عمق آسيا. فإذا أضفت لذلك وحدة العقيدة والفقه الإسلامي والتفسير والحديث والإنشاد الديني والأخير، ثم لا نغفل شيء مهم جدا وأرجو أن يتم التركيز عليه في هذا المعرض وفي غيره من المعارض، أن المكون المسيحي في الحضارة العربية، المكون المسيحي، الأردن هو مكان التعميد، الكنيسة المصرية وبادية الشام وهذا التوحيد الذي سبق الإسلام، المسيحية العربية مهدها كان في شرق الأردن وفلسطين ومصر. وهذا مكون أرجو أن لا نغفل عنه، لأنه الغفلة عنه تمزق دور الثقافة. يعني الذين يعمدون إلى تفتيتنا لمسلم ومسيحي يعتمدون على هذا التمزق الثقافي والحضاري والتاريخي، فلا يذكرون للمسيحية العربية التي كان مهدها في الأردن وفلسطين ومصر، ينفون هذا من التاريخ، وبالتالي يحدث التمزق الثقافي. ليتنا نركز أكثر على وحدة الحضارة بمكوناتها العقيدية وفي مقدماتها المسيحية العربية. معرض السنة دي بيحتفي بشخصية العام وصلاح جاهين طبعا، أهمية أنه النهاردة ننشر الوعي لكتابات صلاح جاهين، بالذات أنه طبعا كان خلينا نقول موسوعة، يعني شاعر وكاتب وشامل في الحقيقة، فأهمية ده يمكن للنشر كتاباته للجيل الجديد اللي يمكن ما وعاش عليه. ما يسري على صلاح جاهين يسري على أمور كثيرة تتصل بمصر، يسري على تاريخ مصر الذي يجهله كثيرون، يسري كما قلت من قبل على المكون الأساسي في الأمة أو الشعب المصري والأمة العربية، المكون المسيحي والكنيسة المصرية والرهبنة والآخرة، يسري على التصوف. صلاح جاهين كان جامعة قائمة بذاتها، خفة الظل، سرعة البديهة، تعدد الموهبة، جوانب الموهبة، كما قلت حضرتك شاعر وفنان ورسام وإلى آخره، وغنى أحيانا، يعني هو غنى مع أظن سعاد حسني أو حاجة كده. صلاح جاهين يعني كيف نستطيع أنه نحن في مواجهة حالة انتقالية أو حالة سيولة ثقافية، أناشد الخبراء في مجال وسائل الاتصال الحديثة
اللي هي الفيس والتويتر والواتس والكل اخره، انهم يعني يعمدوا الى سبل لتكريس او للنخل ما قدمه صلاح جاهين للأجيال الجديدة عبر هذه الوسائل، والتركيز عليه بالتحليل، يعني رباعيات صلاح جاهين، أغاني صلاح جاهين، دور صلاح جاهين في الصحافة، في الصحافة. يعني لا تنسى حضرتك أنه رسم كاريكاتير واحد ولو بدون تعليق تحت منه يستطيع أن يلعب دور 100 مقال، يعني يبقى ممكن الجورنال يبقى 100 صفحة فيها محتويات، الرسمة هي اللي بتفضل، ولكن رسم الكاريكاتير حتى ولو بدون تعليق يقلب الدنيا. وهذا هو دور التعبير بالرمز، التعبير بالرمز. صلاح جاهين وهو تكملة لجيل أفذاذ عبد السميع وصاروخان وغيره، وبعدين لحقاه بقى مجموعة ضخمة من رسامي الكاريكاتير بهجت ورؤوف واللباد، كل دول رموز مصرية استطاعت أن توظف الرمز في خدمة الثقافة وفي خدمة الحضارة وفي خدمة الوجدان الشعبي. ومن هنا فإنه الاحتفاء بصلاح جاهين وإعادة إنتاج ما أنتجه صلاح جاهين وما أبدعه صلاح جاهين والإضافة عليه تعني أن احنا بنستكمل جزء أو مقوم أساسي من مقومات الشخصية المصرية والشخصية العربية. أستاذ أحمد، يعني في ختام فقرتنا، لما نيجي نقول أن احنا عايزين حضرتك تدعو الناس أنها تيجي المعرض ونقول لهم، هل نقول لهم أن ما فيش إقبال كبير قوي من السن الكبير خالص؟ يعني هل نحن ندعو واحنا بندعو الشباب واحنا بندعو الاطفال لزياره معرض الكتاب، نحب نذكر اهالينا الاكبر في السن انهم ليهم مكان وليهم كتب وهيستمتعوا زي ما كانوا بيستمتعوا زمان في المعرض؟ هو عايزين نقول لهم انه لو انت كبرت في السن زي حالتي كده، في تسهيلات للحركه، وعايز تاخد ثواب لاخرتك، تعال معرض الكتاب. ليه؟ لانك انت بتلبي دعوه الخالق سبحانه وتعالى، في البدء كان الكلمة، لو أنت مسيحي ولو أنت مسلم اقرأ، وإذا لم تقرأ وتأتي معرض الكتاب فأنت مهمل في حق نفسك وفي حق دينك وفي حق ثقافتك. ده الجانب اللي فيه مكسب برضو، فيه يعني الكلمة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا كانت المثوبة في ألف لام ميم لوحدها الحرف بعشر حسنات إلى آخره، فما بالك أن تأتي إلى معرض الكتاب وتقتني كتب فيها آلاف الحروف، فبكل حرف ستقرأه ستنال ثوابا عند الله. هذا جانب. الجانب الثاني أنه لا تكتمل إنسانية الإنسان إلا بالمعرفة. يتميز الإنسان عن سائر الكائنات، عن الملائكة وعن الشياطين وعن الحيوانات، بأنه كائن يقرأ وتتراكم المعرفة في داخله فتتحول إلى معارف أخرى، وهكذا تستمر الحياة. بغير قراءة لن تستمر الحياة، ومعرض الكتاب فرصة هائلة للمجيء، بس تقدم الخدمات لكبار السن. يبقى في باب مخصص لهم، ما يتزحموش، يبقى في مكان لو كرسي متحرك يطلع عليه، حد يسند الناس، يعني هو ده الموضوع. حد يديهم كتب هديه، يقول له زي ما بيدي الطفل كتاب هديه بتاع، يقول له طب يا حاج خد الكتابين دول هديه من معرض الكتاب. وفي الحقيقه المعرض طيبين. وحضرتك طيب، وكل الشكر ليك على وجودك معنا النهارده. الكاتب احمد الجمال بنشكرك مره تانية. الله يخليك، على طبعا فقره ممتعه. انا متشكر جدا جدا جدا، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا طيب. جزيلا. وما زالت لقاءاتنا مستمرة مع حضراتكم على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ودورة الإمارات العربية الشقيقة، بتشارك في الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
مجموعة كبيرة من الأفكار الثقافية اللي بتخدم المجتمعات العربية. ده حقيقة جمانة، يمكن دورة مميزة، دورة استثنائية، الدورة رقم 54. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الدورة من خلال حوار خاص يعني أجراه زملائنا بسنت الحسيني ومنى الشرقاوي مع الأستاذ فاضل بوصيم مدير مكتب هيئة الشرقة للكتاب المنطقة الشرقية ونائب مدير معرض الشرقة للكتاب. معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54 بيشهد مشاركات عربية مختلفة، ومن ضمن هذه المشاركات العربية مشاركة لدولة الإمارات العربية الشقيقة اللي موجودة وبقوة على مدار التاريخ المصري والثقافة المصرية. بنورنا النهاردة فاضل بوصميم مدير مكتب هيئة الشرقة للكتاب المنطقة الشرقية، نائب مدير معرض الشرقة للكتاب. أهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بكم. اهلا بحضرتك، في صباح الخير يا مصر. ويمكن اهميه الفعاليات الثقافيه دي في تقريب وجهات النظر العربيه وتقريب يمكن الشباب العربي من بعضه وفكرهم وكل حاجه، وجهه نظر حضرتك ايه في هذه الفعاليات الثقافيه ما بين الدول العربيه وبعضها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفعاليات الثقافيه هاي نحن دائما نحرص عليها في معرض الشارقه للكتاب بالذات. ايضا كان عندنا السنة هذه في المعرض الماضي ما يقارب من 1800 فعالية ثقافية استضافنا فيها طبعا كتاب من مصر، أكثر من 50 كاتب من مصر، شاعر وأدباء أيضا وممثلين من مصر استضافنا فيها، سوشيال ميديا أيضا استضافنا فيها كتاب من دول عربية مختلفة ومن دول أجنبية لتقريب الثقافة وتوعية الشعوب. أيضا تبادل الثقافات هذا شيء مهم بين في المعارض العربية، على الأقل كأنا مثلا مواطن إماراتي في القاهرة أحرص أن أحضر على بعض الفعاليات الثقافية أتعرف على المجتمع المصري من خلال هذا الشيء، وناقل أيضا المجتمع الثقافة المصرية للإمارات أو ننقلها لدولة خليجية نتعرف عن قرب عن هذه الثقافة من خلال تواجد المفكرين والأدباء مما يقرب هذا الجيل ويشيل بعض اللغط وبعض الاختلافات أو المفاهيم الخاطئة المعروفة مثلا في تغير اللهجات تغير كذا. هذه الفعاليات بالعكس هي يعني ممكن نقول بتقرب الشعوب أكثر وأكثر وبتقرب الفهم أيضا في المصطلحات اللغوية العادات والتقاليد، وهذا هو ميزة المعارض العربية بالذات كمعرض القاهرة. مثل ما قلت 1000 وحاجة فعالية أيضا موجودة، رقم كبير. نتمنى أيضا أن نحن نستفيد من هذه الفعاليات ونقل هذه التجربة ونختار من هذه الفعاليات أيضا شيء يمثلنا بالشارقة لنقرب الصورة أكثر، الصورة المصرية اللي معروفة دائما من أيام الـ50ات والـ40ات عندنا في المجتمع أيام الأبيض والأسود، تعلمنا كثير من الثقافة المصرية ونتمنى أيضا أن نستفيد من خلال هذه المعارض إن شاء الله. أكيد لسه حضرتك بتقول تعلمنا كتير من الثقافة المصرية وتعرضنا كتير للثقافة المصرية، يمكن نقدر نقول إن كتير من وطننا العربي في البدايات كان من زمان وهو بيتعرض للثقافة المصرية، سواء بقى كان الكتاب والناشرين المصريين، الفن المصري، يعني اللهجة المصرية قد تكون درجة ومفهومة بالنسبة لكتير من وطننا العربي. علاقتك بدايتها مع الثقافة المصرية وكيف تعرضت للثقافة المصرية؟ نحن الثقافة المصرية في الإمارات مثلا في الأيام الـ60ات كانت عن طريق المسلسلات التلفزيونية، ما كان عن طريق الكتب، لا عن طريق، لأنه هو التأثير القوي كان الشعوب غير متعلمة، كان التلفزيون له تأثير كبير في الثقافة المصرية أنها انتشرت في الوطن العربي والذات عنا في دول الخليج العربي، أثرت بشكل كثير في العادات والتقاليد واللهجات أيضا، وتعرفنا على الشعب المصري من خلال هالأشياء. يعني حتى المسلسلات كانت بعض الخليجية مثلات في مصر، وكان لها دور كبير في نقل الثقافة هاي المسلسلات يعني والأفلام المصرية والمسرحيات. نحن عشنا جو كبير يعني لغاية بداية 2000 كان للثقافة المصرية والمسلسلات الأجنبية والأفلام دور كبير في نقل الثقافة المصرية للشعوب العربية. أستاذ فاضل، حابين نعرف علاقتك أنت بقى الشخصية بمعرض الكتاب. أنا علاقتي بمعرض الكتاب مثل معرض الشرقة للكتاب علاقتي فيه لحد الآن 27 سنة، ومعرض القاهرة يمكن صار لي أكثر من 20 سنة وأنا أزوره كمنظمين من قبل هيئة الشرقة للكتاب. العلاقة معانا معرض الكتاب في علاقة وتعاون كبير بيننا وبين وزارة الثقافة
المصرية والهيئة المصرية للكتاب، في تعاون كبير بيننا في على مدار هذه الأعوام، تبادل الخبرات الثقافية، تبادل الكتاب والمفكرين سواء في المعرض القاهرة في معرض الشارقة، الاستضافات، تبادل المساحات. الحمد لله تعاون، يعني هذا التعاون هذا مو بولي الصدفة، لا هو تعاون مستمر من أيام الشيخ زايد والشيخ خليفة الله يرحمه والشيخ محمد بن زايد، والعلاقات اللي بيننا السياسية قوية والعلاقات الثقافية اللي تربط الشارقة بالذات وصاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ سلطان محمد القاسمي، علاقة قوية بالشارقة، حبه لمصر كبير طبعا، وهو حريص أنه يتابع معرض القاهرة أول بأول. وقبل 3 سنوات كانت زيارة لمعرض القاهرة في الكتاب، لأن الرابط القوي بينه وبين مصر شيء لا يوصف. ونحن أيضا في الشارقة معرض القاهرة مهم لنا جدا، من أهم المعارض اللي حنشارك فيها. معرض القاهرة يربط الشرق بالغرب، آسيا بأفريقيا، يعني يربط دول العالم أيضا من خلال تواجده المهني. مصر غنية بثقافتها، غنية بتاريخها الثقافي، غنية بمخزونها الثقافي، بمفكرينها، بأدبائها. طبعا دور النشر لها تأثير كبير حتى في المعارض العربية. حضرتك بتقول علاقتك بمعرض الكتاب ممتدة لأكثر، معرض القاهرة الدولي للكتاب ممتدة لأكثر من 20 سنة. 20 سنة بتزور مصر، و20 سنة بتزور مصر بشكل دوري على وبشكل دائم. أنا شهر العسل مالي كان في مصر. يا سلام. بين اسكندرية والقاهرة قبل في سنة 1994. وكان زوجتي معتادة إني أحضر مصر. الناس بتروح أوروبا، قلت لها بوديك مصر، وديتها الهرم، وديها في اسكندرية. وكل 10 سنوات اجدد زياره حق اسكندريه والقاهره مع زوجتي طبعا. الله. لازم هي يعني تكيفت على الاخر. ده خليني بقى اعرف او اسال حضرتك، شكل مصر في ال20 سنة تطور كبير، الدنيا دلوقتي بقت مختلفه تماما، عندنا طرق اوسع، عندنا سهوله في الوصول لاماكن مختلفه يمكن اسرع بكتير. حضرتك بتقول انك رحت اماكن مختلفه او بلدان مختلفه من مصر، السياحه الداخليه في مصر يعني اعتقد ان ممكن تكون جاذبه بشكل كبير. شوفي، مصر خلال 10 سنوات الأخيرة تغيرت تغير جذري كامل. من بعد الثورة صار تغير كبير من ناحية البنى التحتية، الشوارع، الوصول للأماكن، المدن الجديدة تأسست، التجمع الخامس والعاصمة الإدارية. طبعا هاي نقلة عالمية. الآن الناس الازدحام كثير صار في خارج القاهرة. معرض القاهرة تطور تطور كبير جدا طبعا، من أيام مدينة نصر والمعرض القديم وكيف كانت المعاناة للناس، وتطور من حين 5 سنوات في المكان الجديد هذا. طبعا يعطي واجهة مشرقة عن مصر وعن الثقافة المصرية في جميع أنحاء العالم. نحن عشنا في أيام المعرض القديم كانت في معاناة، وكانت في طبعا ما يقدر نلوم الناس، ما يقدر نلوم الجهات، كانت في كان هم حابين يسووا تطور وصارت الثورة. وعشنا الثورة معاكم هني، وبس الحمد لله. شوفي خلال بعد الثورة الأشياء اللي صارت في مصر، الإنسان ما بيروح يصدق شو اللي يصير. أنا جيت شهر 4 في اسكندرية والقاهرة في نهاية شهر 4، جيت نهاية شهر 6 في مدينة نصر، تغير جذري 3 جسور في بعد 30 يونيو الوضع بقى في 3 شهور بنت 3 كباري صارت في مدينة نصر، ولا صارت في زحمة ولا في حاجة. مصر لو تشوف السياحة الخارجية فيها سواء صيف أو شتاء مستمرة، في ناس عندها حب لمصر، يعني حب كبير انهم يكونوا في مصر باستمرار. لازم بالسلام مره مرتين يزوروها. الاكل الشعبي مصر، الجمهور الكتاب المصري له نكهه خاصه ولا طابع خاص، بيستانس بكل حاجه بيعملها. لو شوف المسارح الخارجيه بيفرح بيغني وبيمثل على المسرح، وهو جاي زياره المعرض بس بيعيش يومه سعيد في المعرض. حقيقي. وهذا بينعكس على الناشرين ايضا. احنا شفنا يمكن المعرض النهارده، حضرتك قلت اختلاف كبير قوي وتطور كبير قوي ما بين المعرض الموجود هنا ومعرض القاهره القديم اللي كان موجود في مدينه نصر، ويمكن الوسع ده والكبر ده مخلي فيه كل حاجه تقريبا موجوده، الاجنحه للمراه وللطفل وللتكنولوجيا، فاي حد عايز يجي يقرا عن اي حاجه ده موجود. أهمية ده وانعكاسه إيه على الثقافة، خليني أقول العربية، إزاي نخلي فيه ترابط ما بين الشباب العربي، الشباب الإماراتي، إنه يجي معرض الكتاب ويتفرج ويشوف الثقافات المختلفة من الدول العربية المختلفة، وكمان الشباب المصري يروح ويشوف الثقافات في الدول العربية المختلفة، طبعا منها أكيد الإمارات. شوفي، معرض القاهرة الدولي للكتاب، معرض الشارقة، ممكن يكون هم متميزين في البرامج الثقافية.
فعلا يعني البرامج تقدم للطفل وللشباب هي برامج كثيرة، ونتمنى من الشباب أيضا العربي أن يزور معرض القاهرة باستمرار، لأن معرض القاهرة يجمع بين ثقافات مختلفة وتاريخ قديم جدا. نحن نحاول أيضا نقلد هذا الشيء بالشارقة ونعمل ونطوره ونعمل أشياء كثيرة. الثقافة لها دور كثير في تغيير السلوك. للأسف الثقافة العربية تعاني الآن من أزمة، أزمة الروايات، وهي اللي صايرة طاغية على الثقافة الصحيحة. نحن عندنا ثقافة يعني عربية قوية متجذرة. اتجاه الشباب السوشيال ميديا صار يخاطبوهم بالروايات ممكن يكون الهابطة، واللي هي بتأثر في الجيل من 16 إلى 18 سنة 20 سنة، صار بيطلع على الروايات الهاتفة هاي، ممكن يشتري رواية ويرميها بالزبالة. الرواية القديمة نجيب محفوظ والأشياء القديمة هاي الموجودة صار الإقبال قليل، طغى عليها السوشيال ميديا بالترويج لبضاعة فاسدة. للأسف أنا أسميها كمدير نائب مدير بضاعة فاسدة، ونحن نشوف أثرها على المجتمع سواء في مصر أو في الإمارات أو في الوطن العربي. صارت هي في كل المعارض هي المسيطرة على الوضع، على المبيعات وعلى هذا، وهذا ينعكس سلبيا على الشباب. نحن نحاول من خلال المعارض أيضا ندعم دور النشر القوية، دور النشر اللي هي عندها محتوى ثقافي، محتوى متزن، محتوى يعني نظيف يخدم الشباب، لأن الشباب بحاجة لمن يقوده إلى بر الأمان، بحاجة للتوجيه الصحيح. من خلال هذه البرامج تنظم، نحن نحاول نرسم صورة صحيحة حق الثقافة العربية، سواء في معرض القاهرة، معرض الشارقة، في معرض العربية أيضا، نحاول نرسم صورة حلوة للشباب من خلال الندوات اللي نقدمها، وليس من خلال ما يقدمه بعض الناشرين. للأسف يقدم رواية هابطة وهو ينشر ثقافة. نحن من خلال برامجنا وبرامجكم نحاول يعني نحط جسور قوية للثقافة، التأكيد على القيم وعلى الأشكال العربية، على العادات القديمة، على القصة الهادفة، على الرواية الهادفة أيضا لها دور كبير تكون هذه. طيب أستاذ فاضل بوسميم، مشاركة حضرتك السنة دي في معرض الكتاب، ما سمعت السؤال، ما جديدك هذه السنة في المشاركة في معرض الكتاب؟ هيئة الشارقة للكتاب دائما عندنا جديد الحمد لله. السنة هذه أطلقنا المعجم التاريخي للغة العربية، معروض معجم التاريخي للغة العربية، يعني اللغة العربية الوحيدة ما ليس لها معجم إلى الآن. بدأت الفكرة في مصر من أيام الخمسينات، وبدأت المحاولات على يمكن مرتين حاولهم يجمعوا المعاجم العربية في معجم واحد عربي. للأسف الفكرة فشلت، كانت محتاجة لدعم مادي كبير. صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي تبنى هذه الفكرة، ومن خمس سنوات نقل هذه الفكرة للشارقة وأسس مقر المجمع اللغوي في الشارقة، وجمع جميع رؤساء المجامع اللغة العربية في الوطن العربي لإصدار هذا المعجم. والحمد لله السنة الماضية أطلقنا النسخة الأولى من المعجم، الأجزاء الأولى 10 أجزاء في معرض القاهرة، واليوم نستكمل الأجزاء لغاية 37 جزء موجودة لمتناول الجمهور. وعلى مدار السنة القادمة إن شاء الله راح ينتهي المعجم اللغوي نهايته، بتكون حوالي بيوصل لحوالي 90 مجلد أو 70 مجلد. أكيد. هذه هي يعني أفضل شيء. نحن أيضا عندنا برامج الهيئة كثيرة نقدم للناشرين كجوائز، كمسابقات، منحة الترجمة. هذا منحة الترجمة مفيدة للناشرين، نحاول أيضا نحن ننقل الناشر العربي من الدائرة المحلية إلى الدائرة العالمية. من خلال مؤتمر ناشرين بالشارقة بيحضر يكون 3 أيام على قبل المعرض في ورش عالمية، منح بيع شراء حقوق الطبع والنشر. السنة الماضية وقعنا 1000 اتفاقية بيع وشراء الحقوق مع دول أجنبية وعربية، والشيء الجميل أن الكتاب العربي أصبح يشترى من دور نشر أجنبية ويترجم إلى اللغات الأجنبية أيضا، وهذا هو كان الهدف الرئيسي. الهدف الرئيسي من طبعاً التواجد في معرض الكتاب. احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معنا أستاذ فاضل بوسميم، سعداء جدا بوجودك معنا. نحن هاي سعداء بتواجدنا معكم في هذا المعرض، ونتمنى كل النجاح للجنة المنظمة ولجمهورنا يستفيد من هذا المعرض إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك يا فندم. أهلا وسهلا.
يعني بنشكر طبعا زمايلنا منى الشرقاوي وبسنت الحسيني على هذا اللقاء مع الأستاذ فاضل بصيم. تعالوا دلوقتي نروح نتعرف على أبرز وأهم الفعاليات الثقافية والفنية اللي اتعملت على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، واللي كان أبرزها مجموعة من عروض التنورة والأراجوز. كمان هنشوف دلوقتي فرحة الجمهور بالأيام الأولى من فعاليات المعرض. خلينا نروح لهذا التقرير الخاص لزميلنا محمود جميل، نرجع لحضرتك على طول. لكل عشاق الثقافة والمعرفة والقراءة، أهلا بكم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54. المعرض هو الحدث الثقافي الأبرز اللي بنستناه من السنة للسنة، بس السنة دي دورة مميزة جدا مليانة بتفاصيل فنية وثقافية. يعني لو بتحب الثقافة لازم تيجي، ولو بتحب الترفيه برضه هتيجي، لأن المعرض فيه فعاليات فنية وثقافية كتيرة جدا، وبتخلق حالة من البهجة والسعادة مع غذاء الروح والعقل بالقراءة. طب ازاي؟ تعالوا بينا نشوف. المعرض بصراحة شغل هايل السنة دي، الناس بتقول غالي ومش غالي، في ناس بتقول كده، لكن هو بصراحة لا، الأسعار فيما يعني معقولة بنسبة كبيرة. هناك في الناحية التانية عند قاعة 3 و4 في الأزبكية اللي هي السور الأزبكية، وهنا برضو الأسعار مش غالية قوي. لا بصراحة المعرض يستاهل إن احنا نيجي كذا مرة. المختلف أو الديفرنت في المعرض النهاردة إن طبعا القاعات الجديدة جميلة جدا وأنيقة قوي وتليق بالمجتمع الثقافي. كمان في تشجيع كويس جدا وجذب كويس جدا للسياح هنا، شايفة كمان إقبال غير طبيعي في المكان. فالحقيقة الفعاليات جميلة جدا، ودار النشر جوه بصراحة أكتر من دار كمان عاملة احتفالات رائعة جوه، والاحتفالات كمان اللي بره ممتعة جدا. صراحة لما دخلت جوه لقيت الموضوع متنظم حلو، يعني صراحة كان الأجواء جميلة جدا، وأحلى حاجة الهدوء وكل فيه تنظيم جدا جوه المعرض. المعرض المرة دي يعني دور النشر كتير، واتجهت لأكتر للترجمة أكتر، وده حاجه كويسه يعني. والفعاليات يعني زي ما انت شايف عندك هناك اهوت، الحاجات الثقافيه ديت جميله جدا ماشي. عندك تنظيم دور النشر، كل دار نشر بتنافس على افضل اعمال، تمام، سواء الترجمه او سواء التاليف. كل وبقت دور النشر بتتجه اكتر لانتقاء الاقلام. انا متواجد حاليا للسنه الثالثه على التوالي، تمام، بس بامانه يعني اكتر سنه حببتني في المعرض، وسنه جميله وعروض وأشواق جميله، فكانت السنه دي سنه مختلفه جدا. يعني اكتر من الفنانين المشاركين فيها، تمام، اكتر من كاتب موجود، يعني بقصص مختلفه، بقصص جميله يعني جدا. يعني شعبيا الناس المره دي اكتر بكتير، تختلف عن السنين اللي فاتت كان كورونا وكده، بس الحمد لله يعني عدت المرحله دي على خير. فبأمانة يعني السنة دي حاجة جميلة جدا. المعرض جميل، أنا أول مرة أجي، بس الصراحة استمتعت إن في فعاليات كتير وفي دار نشر كتير. كان نفسي إن أنا زمان أقرأ مارفل وحاجات كده، لقيتها فعلا هنا في كذا دار نشر بتنشرها وبسعر كويس جدا. أنا الصراحة استمتعت، الفعاليات والحفلات جميلة جدا، نفسي أجي كل سنة والله. يعني معرض الكتاب في ناس بتيجي كفسحة أو خروجة مثلا فنية، وفي ناس بتيجي عشان تقتني مثلا الروايات، يعني روايات أو كتب وكل ده، فهو ينفع لكل الأجواء، يعني كل اللي بيميل لحاجة يعني. طبعا بعد توجيهات الأستاذ الدكتور نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والأستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، بننزل المعرض سنويا، بنقدم إصدارات في مجالات الفنون، سينما، مسرح، موسيقى، دراسات نقدية، أدب. كل ده بيبقى بأسعار مدعمة، وزارة الثقافة هي اللي بتقوم بتدعيم سعر الكتاب، فبيبقى أرخص سعر للكتاب في المعرض كله. الإصدارات بتاعتنا بتخص الباحثين وبتخص الدارسين في مجالات الفنون. طبعا المعرض السنة دي في ظل الظروف الاقتصادية اللي العالم كله فيها مختلف بالنسبة لنا ككتاب أكاديمي. أنا السنة دي طبعا نظرا للظروف الاقتصادية أنا عاملة خصم من 30% ل70%، ومع ذلك الكتاب بالنسبة للجمهور اللي هو يعني مش أنا كتاب أكاديمي، مش أي حد بيشتريه،
أنا بعتمد على الجامعات، الوزارات، الإنسان اللي هو حابب يقرأ في مجال التغذية، في مجال التربية، في مجال الإدارة، التطور الجديد في الموضوعات دي. دار القديمة عاملة مبادرات كتير، مش في المعرض بس، في المعرض وبرا المعرض. في المعرض عاملة مبادرة أي كتاب بعشرة جنيه، مبادرة تشجيع القراء والتشجيع على الكتاب، على القراءة عموما. الكتب فيه روايات وفي كتب علمية وفي أشعار ورومانسية وكل الأنواع. طبعا معرض الكتاب المصري هو من أكبر المعارض عالميا، رقم واحد على مستوى الوطن العربي بالطبع. معرض القاهرة الدولي للكتاب من أفضل المعارض وأكثرها تواجدا للجمهور، وإحنا يعني بالنسبة لنا هي المشاركة الأهم على مدار العام. هو كل مرة بيبهرني عن المرة اللي قبلها، يعني كل مرة بشوف حاجة جديدة، بشوف تنظيم أكتر من رائع، بشوف اهتمام بكل الناس بكل حاجة، في الترفيه اللي فيه، كل احتياجات الكافيهات اللي معمولة برا، فمتوفر فيه كل حاجة، وبصراحة حاجة مشرفة جدا لمصر. معرض القاهرة فرصة ممتازة طبعا للالتقاء مباشرة ما بين الناشرين وجمهور الكتاب، لأنه في المعتاد إحنا بنلتقي بالجمهور من خلال وسيط اللي هو المكتبات، فالمعارض دايما فرصة جيدة لأن إحنا نعرف رد فعل الجمهور العادي على الأغلفة، على المحتوى، على الأسعار، ونجري حوار مباشر معاهم بيفيدنا في تطوير عملنا. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعربت مصر عن رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية الجمعة 27 من يناير، والذي أودى بحياة 7 أشخاص وأوقع عددا من الإصابات، مؤكدة إدانتها لكافة العمليات التي تستهدف المدنيين. هذا وحذرت مصر من المخاطر الشديدة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذي يزيد الوضع السياسي والإنساني تأزماً ويقوض جهود التهدئة وكافة فرص إعادة إحياء عملية السلام. كما تقدمت مصر بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أن العراق لا يحتاج إلى قوات أجنبية على أراضيه، وأوضح رئيس مجلس الوزراء العراقي أن العراق يحتاج إلى تعاون مع التحالف الدولي أو مع الدول خارج التحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار والأمن، مشيرا إلى أن وجود التحالف الدولي في العراق بطلب من الحكومة العراقية السابقة، وهو يخضع لحوار مهني وفق اتفاق سياسي تحدده الجهات الأمنية الرسمية في مسألة بقاء المستشارين وتحديد أعدادهم وأماكنهم والتعاون في مجال التدريب وتبادل المعلومات. قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليكس رومولوتوف أن الولايات المتحدة تحضر لشن هجمات سيبرانية ضد بلاده، وأضاف المسؤول الروسي أن موسكو تدرك جيدا أن واشنطن تعمل بشكل مكثف على تجنيد قراصنة إلكترونيين وتدريب ما وصفه بجيش إلكتروني أوكراني، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة خلافا لرغبة غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعمل علنا على ما وصفه بعسكرة فضاء المعلومات على حد تعبيره. رفض برلمان بيرو طلبا من الرئيسة دينا بولوارتي لتقريب موعد الانتخابات المقررة في أبريل 2024 إلى ديسمبر 2023. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التظاهرات المناهضة لها والتي أودت بالعشرات، ونال المقترح خلال جلسة برلمانية 45 صوتا مؤيدا مقابل 65 صوتا معارضا، فيما امتنع نائبان عن التصويت.
ورياضيا، تأهل 4 لاعبين مصريين إلى نهائي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه البريمير ليج المقامة خلال الفترة من 27 حتى 29 من يناير الحالي بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولية. كما استطاع 4 لاعبين آخرين التأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية في منافسات الكاتا والكوميتي، وتأهل إلى النهائي كل من محمد جابر وعبد الله عبد الجواد وريم سلامة وسلمى حسن، وتأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية آية هشام، كاتا سيدات وكريم أبو عطا ونغم ياسر وأحلام حمدي. هذا ومن المقرر أن تقام اليوم منافسات الكاتا للرجال وباقي الأوزان في الكوميتي. وبالعودة للنبأ الأبرز في نشرتنا، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات على مستوى القمة مع رئيس الأزري إلهام عليف بمقر القصر الرئاسي بباكو، وذلك في ثاني أيام زيارة سيادته الرسمية لأذربيجان. وأفاد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأنه قد أقيمت لرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. من ضمن الأجنحة الخاصة جدا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، جناح خاص لهيئة الرقابة الإدارية داخل المعرض بتشارك من خلاله بمجموعة من الفعاليات الثقافية والكتب التوعوية عشان تعرف الأجيال الناشئة بأهمية التصدي للفساد في المجتمع. نحيا جمانة، ويمكن في ظل كمان النسخة الأولى والثانية والثالثة اللي أطلقتها هيئة الرقابة الإدارية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن كل ده وما يحدث في جناح هيئة الرقابة الإدارية تحديدا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال اللواء دكتور محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، في حوار أجرته بسنت الحسيني ومنى الشرقاوي. واحنا بنتجول في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال 54 لاحظنا وجود جناح هيئة الرقابة الإدارية، عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الجناح. بالتفصيل معانا طبعا اللواء الدكتور محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. أهلا بيك يا فندم، منورنا. أهلا وسهلا بحضرتك. حابين نعرف من حضرتك أسباب وجود هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في نسخة المعرض ال 54. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بشكر حضراتكم على الاستضافة. طبعا دي المشاركة الثانية. دي المشاركة الثانية. أيوة. تماما. أنا بشكر حضراتكم على الاستضافة لأنه ده الدور، جزء من الدور اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. هيئة الرقابة الإدارية كانت موجودة للمرة الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة رقم 53، وكنا عايزين نشوف هل المشاركة دي هتكون فاعلة وهتقربنا من الجمهور بشكل مباشر، لأنه الصورة الذهنية عن هيئة الرقابة الإدارية في التصدي للفساد بالطرق التقليدية معروفة بالنسبة لهم، إنما البعد الثقافي والبعد الخاص بالتوعية ده احنا بنركز عليه بشكل كبير في سبيل ان احنا بننشر فكرة منع الفساد والوقاية من الفساد. مكافحة الفساد اسلوبها معروف للناس بشكل كبير، انما منع الفساد والوقاية منه مصطلحات جديدة بتحتاج ان احنا نبقى موجودين في وسط الناس، نتكلم معاهم، نتحاور معاهم، يقابلوا اعضاء الرقابة الادارية فيس تو فيس. كانت في البداية الموضوع غريب بالنسبة لهم شوية، بيتمشوا حوالين الجناح مش قادرين يتصوروا الفكرة ايه. شجعناهم وتشجعنا معاهم وابتدينا نجري الحوارات معاهم عشان نقدر نوصل الثقافة اللي انا بقول عليها، ويتعرفوا على الامكانيات التدريبية والتعليمية الخاصة بهيئة الرقابة الإدارية ممثلة في زراعها التدريبي والتثقيفي اللي هي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. الفضول ممكن يخلي الكبار يقدروا يدخلوا ويعرفوا ويقروا ويشوفوا، الصغيرين ايه اللي ممكن يخليهم، خصوصا انه المصطلحات ممكن تكون كبيره وتقيله وتحتاج يعني سن معين عشان يقدر يفهمها. ازاي توجهتم للاطفال عشان تنشروا الفكره؟ صحيح، في السنه اللي فاتت
كنا بنستهدف الرواد اللي سنهم أكبر من 16 سنة عشان يبقى عنده القدرات الذهنية اللي تأهله إنه هو يقدر يتفاعل مع الأفكار والشعارات والكونتنت اللي احنا بنتكلم عليه، هيبقى بالنسبة له مناسب. لاحظنا انه الاطفال كانت بتقبل مع اهليها وبتبقى موجودة معانا، طيب هنعمل ايه السنة دي؟ فكرنا ان احنا نعمل اكتر من بديل. البديل الاول ان احنا جبنا بعض الكتب المصورة، كتب التلوين، بنقدمها للاطفال على اساس ان احنا نقدم لهم شوية مبادئ بسيطة جدا، مش لازم اتكلم على مبادئ عميقة، مبادئ بسيطة جدا، انه لا للغش، ان الواحد يبقى كتب تلوين مطبوعة بشكل خاص ولا كتب تلوين بصفة عامة بحيث انها تجذب الاطفال؟ لا، هي طبعا جاذبة ومعمولة لهم مخصوص بشكل جميل جدا، تكوين أسرة من أب وأم وطفلين، إزاي بيتعاملوا مع المجتمع وإزاي بيتعاملوا مع في داخل الأسرة، ودي الحاجات اللي احنا عايزين نستعيدها بشكل كبير ويعني نرسخها عند الأطفال، إزاي يبقى ذوقياته كويسة، أسلوب التعامل بتاعه كويس، كل ده بيرسخ لمبادئ عميقة في المستقبل ممكن يتلقى ويحمل بأعباء وواجبات كبيرة زي فكرة منع ومكافحة الفساد. طيب عايز اتكلم عن الهيئه نفسها، الهيئه الوطنيه طبعا لمكافحه الفساد، حابه اتكلم عنها ودورها في المعرض بالتحديد. وزي ما كنا بنتكلم يمكن عن الاطفال دلوقتي، احنا للاسف الاهالي بتواجه كتير من المخاطر اللي ممكن بتواجه افكارهم، فدور الهيئه هنا ايه؟ قصد حضرتك الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. الأكاديمية أنشئت في عام 2017 مع تعديلات القانون الخاص بهيئة الرقابة الإدارية. الهدف من الأكاديمية هي الذراع التدريبي الخاص بالهيئة، ولها بعد آخر وهو بعد ثقافي وتوعوي بالنسبة للجمهور. احنا عندنا دورات نهارية ودورات مسائية بنستقبل فيها فئات العاملين بالدولة المصرية بشكل عام، من القطاع الحكومي، من الجامعات والوزارات والمحافظات، بنستهدف العاملين في المجالس القومية المتخصصة والمستهدفين منها، بنستهدف برضو انه يبقى معانا القادرون باختلاف، المرأة، الشباب، كل دول بنتيح لهم هذا الأمر، كذلك شباب الجامعات واتحادات الطلاب، كل المجموعات دي بتحضر عندنا في دورات منتظمة، وكذلك بنتيح اللي يحب يتقدم من غير هذه الفئات أو توقيتاته اللي تتناسب معاه ما تتناسبش مع المواعيد المقررة، فبيقدر ينضم إلى الدورات المسائية الخاصة بينا وبنسميها دورات التدريب الحر، بيلتحق بالمحاضرات بتاعتنا في هذه الفترة، بنضم مجموعات منهم وأعداد كبيرة قوي بتحضر. القطاع الخاص أيضا مستهدف، العاملين في قطاع العمل الأهلي أيضا مستهدفين، لأن احنا الفكرة بتاعتنا أن مفيش حد يقدر يحارب الفساد لوحده، لا جهة ولا كيان واحد يقدر، إنما دي مسؤولية المجتمع كله لازم يشتغل عليها. مين اللي بيجي يقدم علشان يحضر الدورات دي؟ الأشخاص أو الأفراد الطبيعيين ولا الهيئات والشركات الخاصة والمدارس ممكن لو هي شايفة يعني؟ صحيح. وكمان البعد والقرب، هل ده موجه بس للمتواجدين في القاهرة ولا في متاح حاجة أونلاين للمحافظات؟ سؤال. طيب احنا هنرد برضو يعني على السؤال على كذا مرحلة. احنا بالنسبة للدورات المسائية بنسمح لكل الفئات انها تتقدم، حتى لو كان موظف في الدولة وظروفه لا تتناسب بأنه يجي في مواعيد مقررة أو ما أتحتش الفرصة من جهة عمله أنه يجينا، ممكن يجينا. كذلك القطاع الخاص أيضا بيجي. جهات العمل هي اللي بترشح في البداية؟ لا، هي أنا قصدي أنه بيبقى فيه الجهات الخاصة المسؤولة عن إدارات التدريب بتحدد أعداد معينة، هو لم يصبه الدور مثلا أو عايز ياخد دورة أخرى غير اللي مقررة خدها قبل كده، هنتيح ليه الفرصة دي في دورات التدريب الحر، لأنه بيختار زي ما هو عايز في التوقيتات اللي تناسب. المواعيدها المسائية. المواعيد تتناسب معه. بالنسبة للقطاع الخاص، في بعض الجهات في القطاع الخاص بتيجي بتطلب مننا أسلوب معين في التدريب أو في الرقابة، الرقابة الداخلية عنده أو الكنترول اللي موجود عنده له شكل معين، فبيجي يطلب مني دورة غير نمطية، بنقعد معاه وبنشوف ايه اللي يتناسب معاه من البرامج اللي موجودة عندي وعايز يضيف له ايه، وبنبتدي نحقق له هذه الإضافة بحيث ان هو ياخد الحاجة اللي هو فعلا محتاجها ويقدر يشتغل بيها.
طيب حابه اتكلم مع حضرتك النهارده عن يمكن الاجنحه المختلفه، وحضرتك كنت اتكلمت يمكن عن قادرون باختلاف من شويه ومشاركتهم كمان النهارده. شايفين المعرض بيشمل اجنحه من جميع طبعا، خليني اقول مثلا جناح للمراه، جناح للطفل، جناح للتكنولوجيا، في اجنحه مختلفه. قد ايه ده مهم النهارده لنشر الوعي والثقافه لدى الجماهير المصريه، وكمان اهميه المعرض في انه يضم العديد من او الشمول الاجنحه، خلينا نقول. تمام، هو برضو حضرتك اشرت نقطة مهمة جدا، ان هيئة الرقابة الإدارية ممثلة في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد أثناء وجودنا بالمعرض بنختلط مع العارضين من جهات الدولة، فاللي ما كانش على علاقة تعاون وثيق معانا بيبتدي يتعرف علينا وبيطلب يا إما نعمل مذكرة تفاهم ما بيننا وما بينه لأغراض التدريب، يا إما بيحاول إن هو ينظم دورات تدريبية وبيحاول وهو موجود معانا إنه يعقد يعني اتفاق مبدئي إزاي يقدر إن هو يدرب الناس اللي عنده. من الحاجات الجميلة جدا إنه على سبيل المثال المجلس الأعلى، المجلس القومي لذوي الإعاقة، لما شافونا ابتدوا يجيبوا الرواد اللي عندهم عشان يجوا يتعرفوا على الجناح، وبيجيبوا أيضا المتخصصين في لغة الإشارة عشان يكونوا موجودين معانا، وممكن الماتيريال بتاعنا بيعرضوه للقادرون باختلاف بشكل ميسر ويقدروا يفهموا الفكرة. ففي تعاون فعلا ما بين الأجنحة وما بين بعضها، وده برضو يعني هدف أساسي من عقد المعرض، إن احنا كلنا يعني نعمل في مجال الثقافة بالتعاون ما بيننا وما بين بعض. يمكن اللي ما بيقدرش يحضر المعرض بيقدر يشوف الفعاليات من خلال البث المباشر ومن خلال منصة المعرض. هل في ناس ما بتقدرش تحضر للقاهرة بحيث أنها تحضر الدورات الخاصة صحيح. بمكافحة الفساد نقدر نوصل صحيح. لها الفكرة من خلال المنصات المختلفة؟ لا، أنا عايز أقول لحضرتك أن احنا حطينا مخطط للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد أنها تعقد الدورات في المحافظات، وابتدينا بمحافظة الأسكندرية، والموضوع كان فيه نجاح كبير جدا وفي مطالبات بأن احنا نستمر في هذا الأمر، واحنا هنكمل في هذا المشوار. بالنسبة برضو في نقطة حضرتك أشرت ليها، ان احنا بالنسبة للناس اللي ما قدرتش تيجي عندنا الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، احنا عندنا شاشة افتراضية موجودة فيها القاعات بتاعة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ممكن يتعرفوا على الأكاديمية ويشوفوا القاعات بتاعتنا ويشوفوا التسهيلات والقدرات التدريبية اللي موجودة، عشان يبقى دارس أو متدرب محتمل ممكن إن شاء الله يجي لنا فعليا في الأكاديمية. كل الشكر اللواء محمد سلامة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، شكرا لك يا فندم. النهارده في ضيافتنا واحد من المطربين المبدعين، انا دخلت في الموضوع على طول لانه الحقيقه يمكن اسمه من اكتر الاسماء اللي لمعت الحقيقه في خلال الفتره الاخيره، واحد من الاصوات المصريه الاصيله اللي رجعت واحيت التراث الفني عشان تقدمه في قالب متطور. ضيفنا هو عنوان للتاريخ الغنائي اللي هيتكتب وبيتكتب في دفتر التاريخ، هو صاحب الصوت القوي اللي زلزل قلوب المصريين من أول ما سمعوا صوته، قدر أنه يشعل حماسهم وخلاهم يرتبطوا بيه عشان يستنوا حفلاته على المسارح والمناسبات الفنية. بس كده يا جمعنا، يمكن ضفنا النهاردة واحة الغروب كانت بالنسبة له شروق لنجم مختلف ومتميز. نجمنا غنى الأهل الصعيد وأجبر المصريين كلهم أن هم يغنوا معاه، حفر بصمته، وهنا أنا بقول حفر لأنه هو فعلا نحت في الصخر وحفر بصمته في غنى المواويل والأشعار، وقدر اللي هو يحبب جيل الشباب في التراث والإنشاد. فنان، مطرب، منشد، وكمان من طراز فريد. خلونا نرحب بالمطرب والمبدع والفاشني، فقرة فنية وغنائية ابداعية الحقيقة. وائل صباح الخير عليك، نورتنا. صباح النور يا فندم. صباح النور، ازي حضرتك؟ صباح الخير يا وائل. صباح النور. يعني اولا سلامتك. الله يسلمك. الله يسلمك. الف سلام عليك. الله يخلي حضرتك. بس وائل، يعني الحقيقة احنا بداية ما الناس تعرفت على وائل تعرفت عليك في لون كان غايب عننا، موجود بس كان غايب عننا، بس اللي بيدخل اللون ده او التراث الشعبي والفني عندنا لازم يكون صوت، صاحب صوت قوي ورنان وليه بصمة مصرية. الله يخلي حضرتك. طبعا هو شرف ليا كبير
هي ترتيبات ربنا، دايما اقول ترتيبات ربنا. يمكن كنت بتكلم على الاستاذ احمد في ترتيبات ربنا في الاول. انا يمكن انا كنت عازف مشهور جدا، جامع ما بين العزف والغنى في اوروبا في كل حته، وكان السبب في كده كان طبعا ناس هنا في مصر، فالاستاذ يحيى خليل اللي هو الراجل الدرامر المعروف اللي هو يعني شريط شبابيك بقى، واستاذ محمد منير يعني استاذنا يعني، وكان الاستاذ فتحي سلام، فهم فتحوا لي الشباك على بره، فيعني ان انا احترف. فذكرت ان انا احترف، عملت اسلوب جديد للالات بتاعتي للرق، عملت اسلوب جديد للعزف، فلقيته محتاج قوه شويه في الصوابع. كنت اقعد اتمرن ضغط على صوابعي في الوقت ده، يعني انا عايز اعمل كل حاجه، انا عايز ابقى زي العازفين اللي هو بره عشان ابقى زيهم يعني. حتى يمكن بمناسبه اذربيجان كان في بنعمل كل سنه مع فتحي سلامه في اسوان، فعند الاغا خان، تبع الاغا خان، كنا بنعمل زي ورشه عمل، بيجي عازفين من كل انحاء العالم، اقوى عازفين يعني، كان بيجي من اذربيجان، من اوزباكستان، ومن الهند، ومن امريكا، ناس في الجاز وكده، وناس معروفه جدا في الوقت ده يعني. فكنت جامع ما بين الاثنين، كان دايما عندي ان احنا 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 كمصريين لا، احنا عندنا نوع معين يعني. انا بحب الغنى وبحب، بس في يعني موجه كده اللي هي موجه، انا بسميها موجه النونوه. صحيح. يعني والله مش هو ده، هو ده نوع يعني نوع، لكن ما ينفعش انا افضل حياتي كلها بنونو يعني، مش كده الحكايه، لا، نوته سليمه وصريحه وصوت عريض ومصر بتتكلم عن نفسها يعني، هو ده الموضوع، وهذه الحكايه. 2017 كانت يعني سنه غروب وشروق في نفس الوقت، غروب لحادث انت تعرضت له هنتكلم عنه، وشروق بتتر مسلسل واحد الشروق. طيب، واحد الغروب. واحد الغروب، اسف. فايه رايك نسمع الاول يعني واحد الغروب، سافر حبيبي. حاضر. سافر حبيبي وداخل لي يودعني، بكى وبلل المحارم وانا قلت ايه يعني، بكى وبلل المحارم وانا قلت ايه يعني، والله فراق الحباي مر وجاني، والله فراق الحباي مر وجاني، انا قلت ده فراق ولا ده لعياني، والله ما ناداري بالفرقة وما فيها من كتر الأفكار والأيام أنا خاش، وناوي تهاجر وأنصب في الجبل خاش، وديني ماشي يا ولدي بقول يا حيت داريني، سافر حبيبي وداخل لي يودعني، بكى وبلل المحارب وانا قلت ايه يعني، بكى وبلل المحارب وانا قلت ايه يعني، والله فراق الحباي مر وجاني، والله فراق الحباي مر وجاني. الله الله يخلي حضرتك. وائل، هنتكلم بقى عن الحادثه اللي حصلت لك، احكي لنا ايه اللي حصل. والله انا دايما بحكيها في، يمكن في البرامج بقول يمكن يعني، لان لقيت ناس كتير جدا جدا اتعظت بهذا الامر يعني، في ناس كتير هتقول لي انت بسبب حكايتك غيرت حياتي، انت بسبب حكايتك غيرت حياتي، وعزمهم على الحفلات بتاعتي واقعد اتكلم معاهم يعني، اقعد بنفسي نقعد نتكلم مع بعض يعني ناس كتير قوي والله ما يتعدوا يعني من كترهم.
فده كان فضل من عند ربنا ومن عند الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. لا انا كنت جريء وما بكبرش لحد يعني وعايش بره على طول. طش الشباب اللي كان متعود عليه الكل. لا وعايش لبره على طول مش فايق يعني يعني ان ما كنتش هتقدم لي معلومه فما تكلمش معايا. انا كانت حياتي كده، مش هتقدم لي معلومه مش هكتر معاك في الكلام، ما ممكن تسالني حاجه ما اردش. انا بصحى الصبح من النوم بقعد اتمرن على آلتي وقعد افتح صوتي، انا في حياتي في فني. فما حبش حد يخبط عليا يجي يقول لي على اي حاجه بره اللي انا فيه. فكنت كده طيش الشباب يعني. فالحمد لله رب العالمين يعني. وانا راجع من بلدنا خبطتني يعني، عملت حادثه بالعربيه ونزلت من العربيه، وبرده كنت يعني مش محترم. اتخانقت مع الراجل، اتعصبت شويه. اتعصبت واتخانقت مع الراجل. فالعربيه دي الموضوع بقى هنا بقى. شوف يا استاذ احمد، العربيه اللي انا اتخبطت فيها في الحادثه في الاول وقفت ونزلت وقلت له يا ابني انت كنت هتموت وتموتنا معاك. فهو لما رد عليا رد مش تمام فحصلت خناقه وكده. كانت عربيه بيجو 2016 لونها اللون ده، معرفش اللي هو بيقولوا عليه موكا او شامبين او حاجه مش عارف ده. ومشي. انا حاطط بقى المقص بتاع العربيه بتاعتي تتكسر خالص تماما، فمش عارف اعمل ايه يعني، ومفيش مش لاقي حد يشيلها من اقصى الشمال يوديها اقصى اليمين. فانا واقف حاطط المثلث قدام العربيه بشويه، واقف مستني صديق ليا جايب لي الونش وجاي عشان اشيل عربيتي. كانت عربيه نفس اللون، بس الاولاني كان من بورسعيد، الثاني كان من القاهره. نفس اللون ونفس النوع ونفس الموديل. راح خبطني من على الارض وانا واقف على الارض، مت بقى. كان والله صحيح ده بجد يعني، زهقت روحي وردت فيها تاني بسبب امي يعني ودعوه امي يعني، ربنا يبارك لك فيها في العمر. فاتولدت من جديد. فبقيت قاعد اقول للناس يا جماعه ما فيش حاجه مستاهله، يا جماعه ما فيش حاجه مستاهله، خلي الناس تحبك، خليك نافع للناس. فمن ساعتها وانا بحاول اكون نافع للناس يعني خيركم انفعكم للناس يعني. فبقيت احاول اعمل كده يعني، مش عايز حاجه من حاجه من حد ولا عايز حاجه من الدنيا يعني زي ما بيقولوا يعني. وبربي محمود ورغد وعايش، ربنا يبارك لك فيهم، الله يخليهم لك. فلكن اللي هي المعنى نفسه الحكايه كان في التعاظل يعني، مهما كنت ومهما عملت في لحظه ده كان شر في باطنه الرحمه يعني. الحادثه دي كانت شر في باطنها الخير والرحمه كله يعني. انت قلت اتولدت من جديد، اتولدت معاك حتى فن جديد، يمكن هو ده كان توهجك في واحد الغروب اللي احنا شفناه بعدها. ليه موقف مع سواق نقل، لاني بعد ما اتخبطت وردت فيها الروح بقى ما اعرفش ايه اللي حصل، لاني انا صحيت على رنه التليفون وكان امي، حتى اديت لصديقي قلت له رد. هو كان كل الناس واقفه بتبكي يعني، زعلها يعني، اتخضت طبعا يعني. واقفين يبكوا، حتى اللي خبطني واقف يبكي يعني. فبقول له رد على والدتي يعني. ففي الوقت ده كان سواق عربيه نقل، راجل عنده في الخمسينات كده يعني حاجه و50 سنه، قفل الطريق كله بالنقل ونزل حطني شالني. هو خايف لا يكون انا مخبوط في دماغي يعني، في حاجه في دماغي الخبطه. هو شايفني بطير بقى يعني، عربيه خبطتني على الطريق بسرعه مهوله يعني. فقال لي ما تخافش انا مش هسيبك، انت ابني انا مش هسيبك. والله الراجل ده انا ما اعرفش، دي جدعانه المصريين اللي احنا بوستو يعني. بقول لك ودي جدعانه المصريين اللي احنا متعودين عليها. عايز تقول حاجه؟ قلت له قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. طب بمناسبه بقى يعني حضرتك يعني اتحدثت او اتكلمت على فكره دعاء ام حضرتك ربنا يبارك فيها طبعا، ربنا يديها طول العمر بركه في العمر يا رب. في عندك حاجه بتغنيها للام؟ ما عنديش حاجه بغنيها للام يعني. ما عملتش حاجه، بس ان شاء الله بامر الله انا بفكر في فكره. اصل انا مش هعمل اغنيه للام زي الاغاني، انا هعمل انت عندك اغنيه للام فاروح اعملها لا انا مش هعمل كده خالص. امال ايه الفكره اللي عندك؟ الام تتحفر كده زي واحد غروب، زي ما تدمعيش. انا شايف اني برده ما تدمعيش يا امي، ما هي دي برده للام يعني. حافظها يا وائل؟ حافظها ازاي؟ ما تسمعنا منها حاجه. ليه بخيل علينا النهارده يا وائل؟ لا انا مش بخيل ولا حاجه، انا عيان بس. الف سلامه عليك. ما تدمعيش يا مايا، مت عشان اعيش. ما تدمعيش يا مايا، مت عشان اعيش. اوعكي يا اما في يوم تقني وتحزني،
شوفي العساكر جندي جندي واسألي ابني مات حس بأغاط. لا ابنك بطل مهما حصل ما الدم عايش يا ما يموت عشان عشان عيش. يعني الله بس احنا بقى يعني وسوال احنا دخلنا من الحادثه على ما الدم عايش يا مايا وزين نصبح الناس وصبح على السعيد. ففي بقى حاجه فيه فجاه انت وعدتنا بيها صح؟ يلي ضربت الوادع وسمعتكم حكاية أهل الصعيد يا جدع يا جدع يا جدع جوا التاريخ علامات جوا التاريخ علامات جوا التاريخ علامات يا جدع يلي ضربت العدا وسمعتكم حكاية أهل الصعيد يا جدع أهل الصعيد يا جدع يا جدع جوع التاريخ علامات علامات. الله شباب الاغنيه عايزه اقرا انا انا عشت معاك يا وائل يمكن شويه كده في تحضيرك لحفل سوهاج تحديدا والكواليس وشفت يعني ازاي فعلا اثبتت لي لكل مجتهد نصيب. الحمد لله اشتغلت على نفسك وكان عندك تحدي احكي لنا الكواليس اللي حصلت علشان تقدم الصعيد وناسه. والله انا لما وصلت هناك طبعا مع الاستاذ بلال التراوي هو كنا رايحين جايين يعني عمل فيها زي خدمه يعني في ان احنا هنروح او يعني رحنا 24 ساعة كده نعمل بروفا ونشوف الشكل عامل ازاي ورجعنا تاني وبعد كده رحنا تاني بقى قعدنا 5-6 أيام هناك. فكان حسيت ان الراقصين هناك في سوهاج لازم نكون اصحاب قوي فبقينا اصحاب فعلا الحمد لله هم حبوني جدا جدا وقعدت مركز قوي في شكلنا على المسرح قدام سنتر ياسر عامل ازاي يعني ده مهم جدا. غير ان الاغنية طبعا الصعيد وناسه الحان الاستاذ الكبير عزيز الشافعي والحان حبيبي واخويا طارق عبد الجابر وكلمات المبدع احمد رؤول. فهم كانوا عاملين توليفه كده انا كنت مبسوط جدا وانا بسجل يعني فالطبقه كانت عاليه جدا يعني عاليه فانا كان لازم سبحان الله انا ما كنتش بنام يعني من القلق لاني انا اول ما رحت لقيت اني هبقى يعني الكرسي بتاع الست الرئيس قريب وكده فقلت استغل الفرصه بقى من ان انا اغني بجد بقى غني بكل قوتي وغني يعني لان سياده الرئيس بيهتم بالتفاصيل وهو سميها يعني انا عارف ده كويس فهعمل اللي عليا يعني هعمل اللي عليا ما كنتش متخيل ان الرد يجي من ربنا بسرعه كده بالسرعه انا كنت متخيل ان بعد كده اجهز لما تبدا الثقافه لقيت سياده الرئيس فكان رد من عند ربنا ربنا بيثبت لي ان لكل مجتهد نصيب صحيح ان تعبك ما بيروحش كده في الهواء وكان ساعتها الرد جه من سياده الرئيس طبعا وكان شرف ليا وللصعيد كله لان انا بعتبر نفسي انا بلدي من بني سويف لاسوان مش بلدي من الفشن بس اللي هي بني سويف لا انا بلدي من بني سويف لاسوان جنوب كله لا والناس بتشوف الصعيد فيك اصلا يا وائل يعني الحمد حتى لله. طبقه الصوت الملامح يعني حتى يمكن الطريقه نفسها لا احنا شايفين انا ما بتنرفز سعيد سعيد يعني انا ما بتنرفز بجلب على طول مش عايزين نشوفها دي مش عايزين نشوف دي لا لا هو بس غصب عن الواحد يعني لا هو انا 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 ما اتنرفزش غير لما يكون على حق ومش نرفزه وخلاص يعني يعني انا دايما يمكن المجال بتاعنا شويه في كل مجال بيبقى فيه بس السعيده طيبين يعني ممكن تنرفزوا بسرعه بس قلبهم ابيض هو هو انت لو نرفزتيني وجيت قلت لي طب معلش يا وائل انا ما خدتش بالي حقك على كأني ولا في حاجه حصلت بس هو كل ما في الامر ان الصعيدي ما يحبش اللي يقل منه صحيح لا جيني ولا تغديني الله احنا كده الصعايده لا جيني ولا تغديني ما حسيتش انك انت بتضحك عليا يعني دي ما قدرني قدرني كراجل فنان او زي ما بيتقال كده دغري يعني خليك دغري معايا لكن شغل اللف والدوران ما بنحبوش احنا ما بنحبوش احنا كده
طيب وما أنا... ما انا بقول الكلمه دي في يعني حقاني انا فيها يعني بس انا صبور دي حقيقه احنا لمسناها ولما بننزل الصعيد بنشوف ده في الصعيده كله انا صبور يا استاذ احمد انا صبور صبر ما فيش حد صبره قدي انا 25 سنه عشان حلمي 25 سنه عشان كده ربنا جزاك خير اللهم لك الحمد عشان خاطر كده في يوم من الايام اتكرمت من سياده الرئيس عشان تعبك ربنا سبحانه وتعالى ده ربنا مش بتاعتي والله ما بتاعتي ولا بتاعتي بيجازي على التعب وقفت... وعلى السعي طبعا بالظبط يوم طبعًا. ما 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 اشكر طبعا الاستاذ محمد السعدي على ان هو فكر في موضوع الاقصر بلدنا وفكر ان فوائل الفاشني هيغني الاقصر بلدنا بالتوزيع العبقري اللي عمله الماستر نادر عباسي والاستاذ احمد الموجي اخويا وحبيبي يعني فهو هو شغلنا كلنا بيها محمد السعدي فنان قوي فنان قوي وسميع قوي ولما كنت قاعد معاه هناك شايفه بيشتغل ازاي بقيت اشتغل زيه بعد كده مع فرقتي بقيت اشتغل زي ما الراجل ده بيشتغل من كتر التفاني والاخلاص والدقه لا 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 والتفاصيل كلها لا مش طبيعي مش طبيعي لا بقول كلمه حق لا انا عايز منه حاجه ولا صحيح ولا انا عايز حاجه من حد يعني بس انا بقول كلمه حق شفتها لاني اتعلمت من هذا الرجل حاجات وهو قاعد بيشوف ازاي وقاعد في البروفات في الاقصر وكده وهو كان صاحب الفكره فاشكره طبعا انا عارف ان احنا جايبينك يعني اللقاء ده خد وقت كتير علشان يحصل بسبب انشغالك ويمكن دقنك طويله ليها سبب ان انت في كواليس تصوير قولنا ايه الجديد اللي بيعمله وائل الحمد لله رب العالمين كان كلمني الحاج احمد السبكي بان انا بعمل دور الشيخ مسعود في رمضان كريم السنه دي في رمضان دي حاجه بقى تانية خالص دي حاجه جديده ان شاء الله بامر الله معانا طبعا الاستاذ العظيم سيد رجب والاستاذ اللي انا بعشقه صبري فواز طبعا ده راجل كبير والاستاذ طبعا بيومي فؤاد يعني عملاق الكوميديا في مصر اللي هو بيضحكك غير ما اتكلم يعني فطبعا انا حتى واحنا قاعدين بنصور قلت لهم ده اللي انا فيه ده بالنسبه لي اتكتب في التاريخ ان انا قاعد في وسطيكم هم ممكن يكونوا فاكرين ان انا بقول كده كلام وخلاص يعني لكن دي حقيقه يعني فنانين كبار جدا انا بحب صبري فواز جدا صبري فواز ده راجل مش طبيعي صحيح يعني موهبه يعني مختلفه وموهبه طبيعي. يعني مش موجوده كتير والله انا يعني بقول الحق يعني بقول اللي جوايا بالناحيته يعني اصل انا بحبه جدا بحب اتفرج على كل ادواره فهو عبقري يعني ايه اللي انت بتعمله في رمضان كريم الشيخ مسعود يعني شيخ الجامع يعني عارف انت خطبه الجمعه بقى ومش عارف انت بتنصب على الشيخ مسعود في الاخر احرق الدنيا طب انا محتاره بقى اسالك دلوقتي حضرت للدور ازاي ولا اقول لك غني الاقصر بلدنا انا مش عارفه مش عارفه ولا جامع نسمع التهالات ولا طالع خلينا نقفل لكم بسيدنا النبي ان شاء الله طيب ان شاء الله طب اي قبل بقى ما نسمع سيدنا النبي سريعا كده قول لنا حضرت للدور ازاي خاصه دي حاجه جديده وانت مع يعني هي بالنسبه لي ما كانتش جديده الدور ده بالذات تحديدا ما كانش جديد لاني هو شيخ ازهري فانا عايش في بيتنا متربي في الحته دي يعني يمكن ما درستش او ما كملتش دراستي في الازهر لكن انا عايش في الحته دي فاقدر البس شخصيه اي حد من اخلاني او جدي وهبقى موجود بس ما حسيتهاش قوي فطبعا العبقري الاستاذ سامح عبد العزيز قال لي كلمتين ودايما كان دايما ناس كتيره بتقولها لي بس هو قالهم لي بطريقه تانية قال انا عايزك وائل ممكن لو سمحت قلت له حاضر قال لي هو ده اللي عايزك فيه لانه هو في المشاهد الاولانيه في كام مشهد شافني وائل جدا فحب جدا الموضوع ده الاستاذ سامح عبد العزيز احييه من دلوقتي يعني من عندكم طبعاً انا بحبه قوي راجل فنان كبير يعني صحيح. ربنا يديله الصحه والبركه في العمر ويقدرني اكون عند حسن ظنه يعني ان شاء الله احنا واثقين فيك واكيد يعني احنا متاكدين ان انت هتكون عند حسن ظننا كلنا الله يخلي حضرتك استاذ الله نسمع بقى منك سيدنا النبي سيدي يا رسول الله يا حبيبي وفي أول ليلة من ليالي حمله صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب الجحيم وفتحت أبواب الجنان الرضوانية وابتهل الحي القيوم وتجلى برحمته ورضوانه التجلي العام واهتز العرش طرابا
ومال الكرسي عجبا واهتز العرش طاربا ومال الكرسي عجبا وانتشرت الرايات الربانية وتلألأت الكائنات بالأنوار وتنكست على رؤوسها الأصنام ونطق الدعاب قريش بالمقالات العربية وقالت حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة فهو إمام الدنيا وسراج الأنام صلوا عليك اللهم صلي وسلم وبارك عليك. هذه هي أفضل الصلاة والسلام. يعني اولا عاوز سريعا جدا اقول لك اربع اسامي وتقول لي بيمثلوا لك ايه. شيخ طاهر الفاشني، محمد الحلو، محمد منير، وعلي الحجار. شيخ طاهر الفاشني واستاذي الاولاني طبعا اللي انا اتربيت على صوته. الاستاذ علي الحجار اللي بشكره لان هو اللي ربنا جعله سبب في وجودي دلوقتي والناس تسمعني. استاذ محمد الحلو الشخصيه النظيفه اللي بيديني المعلومه مش عايز مني حاجه. اللي الوحيد اللي سمح لي ان انا اغني اغانيه وخلى الناس تقول لهم ادي الوائل حقه وانا اللي تنازلت عن حقي علشان خاطر كان دي كان استاذ محمد الحلو ربنا يديله الصحه والبركه في العمر ونسمعه على طول لان هو من الناس القريبين قوي لقلبي من طيبته وحنيته بصراحه يعني. استاذ محمد منير اقرب الناس كمان لاقرب الاصوات للمصريين بشكل عام. طبعا استاذ محمد الحلو، استاذ علي الحجار طبعا لان الكبير دايما هي دي تصرفاته انه يقدم. استاذ علي الحجار قدمني، استاذ محمد الحلو سمح لي ان انا اغني اغانيه، الاستاذ محمد منير كنت بحلم ان انا ابقى واقف حتى وانا على المسرح بحب البس كاجوال زيه وبتنطط على المسرح يعني وداني سمع كل حاجه. صحيح. انا ميوزيشن على المسرح مش مجرد مطرب ماسك مايك وخلاص يعني. وهي دي فده اللي خلى الاستاذ محمد منير مثل اعلى ليه في وقفته على المسرح عشان صحيح. انت تستحق موهبتك تستحق فعلا خلاص. وانت بتغني انا يعني بالنسبه لي وحشنا الصوت المفتوح. الله اكبر ما شاء الله. انا تعبان والله النهارده يعني متاسف للسلام الف سلامه عليك يعني ووائل ان انا مش قادر اغني بكل قوتي يعني. يا وائل ويمكن اللي انت قلته النهارده ده هو شيء من الرجال وهو اللي احنا متعودينه من اهل الصعيد اللي هم دايما يعني بيدينوا يعني لاصحاب الفضل عليهم طبعًا يعني طبعًا. كل لحظه وكل معروف عملوه فيهم وانت نجم حقيقي يا وائل وحفرت اسمك نقول ب يعني حروف من ذهب في تاريخ التراث المصري وان شاء الله يعني نتقابل تاني. ربنا يقدرنا على اللي جاي وعندي مفاجآت ان شاء الله بس ننتظر اني طبعا الجهه المختصه بده تكلمني وعندي مفاجآت شغال عليها ما بسكتش هتخصنا بيها بس في الاول انا انا في ورشه شغل انا والدكتور وائل العبيدي ومحمود حسين كامل هو دايما مسمي نفسه مودي كامل احنا على طول في الاستوديو شغالين وهو اصلا كان همنا دايما التراث ناخده ونطلع منه كل حاجه حلوه ان شاء الله يعني ان شاء الله. بنشكرك وائل الفاشني يعني نورتنا وشرفتنا في صباح الخير يا مصر ومزيد من التوفيق ليك. شكرا الله يخليك. شكرا مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده نشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر. صباح الخير واستعادة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.